مليون سلام وتحية لكبير الكرة الإفريقية نادي الأهلي العظيم بعد تتويجه باللقب ال 12 للأميرة الإفريقية كابتن شريف عبد المنعم. ألف 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 مليون مبروك. مليون ألف تحية لجماهير النادي الأهلي العظيمة. الحمد لله رب العالمين اللي نورت الاستاد النهاردة ودايما بتنور الاستاد. مليون ألف تحية لمؤسسة النادي الأهلي كلها ولاعيبة النادي الأهلي كلها. مليون ألف تحية لكل واحد وكل عامل بيشتغل في النادي الأهلي النهاردة. كان ليه بصمة كبيرة جدا وتعبنا قبل المباراة دي. خلي بالك جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي العظيم مش في الاستاد بس، في كل حتة في مصر، كل حتة في العالم بالظبط. وأهلاوية مصرية الحمد لله رب كل المصريين فرحانين النهاردة زي ما فرحنا لأفريقيا والكونفدرالية النادي الزمالك الحقيقة. الحمد لله. فألف ألف مبروك لينا وألف ألف مبروك للتيشيرت الأحمر والروح للعيبة والجهاز الفني وكل من كان لي يد في البطولة النهاردة. ألف مبروك ألف مبروك بجد. أنا ما كنتش عايز أطلع هوا، كنت عايز نفضل بنرقص ونغني أيوة. وما أعرفش إيه مع بعض، ولكن هنرقص ونغني في كل مناسبة. ومن بكرة هنقول إيه؟ ال 13 يا أهلي. بالظبط 13 يا أهلي إن شاء الله بإذن الله. ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا أيمن. الحمد لله مبروك لجماهيرنا العظيمة. طبعا تحية خاصة للناس اللي كانوا في الاستاد واكيد كل الملايين طبعا كل الملايين اللي كانت بتتابع المباراة في مصر وخارج مصر يعني. صحيح. مبروك للجماهير، تعبوا كتير وكانوا مستنيين البطولة ديت. مبروك طبعا لمجلس إدارة وكل أعضاء مجلس إدارة، كابتن الخطيب طبعا على رأسهم رئيس مجلس إدارة. مبروك للجهاز الفني بقيادة مستر كولر، الجهاز الطبي والإداري. مبروك لكل اللي بيشتغلوا داخل النادي الأهلي، زي ما كابتن شريف من أصغر عامل لأكبر عامل. وأخيرا طبعا مبروك كتير جدا للعيبة اللي قدرت تتوج أو تاخد الصورة في الآخر وتتوج الفرقة بالبطولة ال 12. مبروك لكل اللعيبة اللي شاركوا واللي ما شاركوش. مبروك للناس المصابين اللي كانوا عملوا أدوار كبيرة ولكن ظروفهم، زي علي معلول مثلا أو أي حد من اللي شاركوا في جزء من المباريات وما كملش. مبروك للاعبتنا لأنه بذلوا جهد كبير طوال البطولة، وربنا في الاخر كلل جهودهم بالنجاح. فالف الف مبروك ومليون مبروك وان شاء الله ال 13 باذن الله. فرحه اهلاويه وفرحه مصريه، وزي ما قالوا كابتننا الكبار جماهيرنا المصريه كلها بتحتفل هيمنه للكره المصريه على البطولات الافريقيه هذا الموسم. نادي الزمالك الكونفدراليه، نادي الاهلي الاميره الافريقيه رقم 12، وكمان السوبر الافريقي مصري بعد ما الأهلي والزمالك يقابلوا بعض، وإن شاء الله البطولة أهلاوية. دايما النادي الأهلي مشرفنا، وزي ما بيقولوا فعلا النادي الأهلي صاحب البسمة لجماهير الكرة المصرية. كابتن عادل ألف مبروك. يعني الواحد مش عارف في الوقت ده يتكلم ولا يرتب كلام. أنا مش هرتب كلام، لكن أنا طلع اللي جواك. أنا حسيت بحاجة مهمة قوي. إيه؟ إن الأهلي ليه ظهر قوي جدا جمهور، دي حقيقة. ظهر صلب جمهور، ما اعظم جمهور النادي الاهلي. قوه يعني، حب يعني شكله يفرح، بيقوي اللعيبه بتاعته يعني. لا يعني حاجه تشرفك فعلا. جمهور النادي الاهلي يشرف اللي في الملعب واللي بره واللي في كل حته. النادي الاهلي ما حدش بيسيبه يعني من جمهوره. صحيح. هو جمهوره الظهر الصلب بتاعه، دي حقيقه يعني. الحاجة التانية المهمة اللي أنا عايز أقولها إيه؟ زي ما قلت يا كابتن أيمن، الأهلي بيشرف الكرة المصرية. يعني إحنا خلينا نبقى منطقيين. البسمة الكبيرة اللي بتحط الكرة المصرية على الخريطة برضو حاجة تحسب لمصر. والسوبر كمان لما يبقى أفريقيا مصري، السوبر أفريقيا يبقى مصري، تحسب لمصر. ولكن المهم في الأمر الشغل والجهد والعرق اللي انا ببارك لكل اللي اشتغلوا في عشان يخرجوا لنا الاربع بطولات في الاربع سنين اللي ورا بعض دول. يعني انت بتتكلم في انجازات غير عاديه. انت رحت ال 12 البطوله ال 12 واحنا بنتكلم على ال 13 بعد دقيقتين
هنخلص من النهارده نقول لك 13، ولكن مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيشتغلوا كويس قوي، وما بيشتغلوش في كره القدم فقط. انا عايز اقول ان فرحتنا بيهم حاجه جميله، كل يوم افراح عندنا على فكره، والناس جمهور الاهلي كل يوم بطولات، كل يوم عندك بطولات، عندك صحيح. العاب الصالات ما شاء الله، كره اليد لسه واخده الدوري اليد المحترفين، لا ده عملوا انجازات عظيمه يعني. خالد العوضي عامل له حوالي مثلا 19 بطوله الى الان، 19 بطوله في العاب الصالات، ده غير البطولات اللي هي الالعاب الفرديه والالعاب لكن انا بكلمك على ان 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 اللي بيديروا المنظومه في النادي الاهلي على راسها كابتن محمود الخطيب بيشتغلوا للكوره وكل الالعاب زي بعض، بيشتغلوا للنادي الاهلي، اه للنادي الاهلي كله زي بعض، بدليل انه بينجح هنا وبينجح هنا وبينجح، حاجه عظيمه جدا، ومبروك للعيبه ومبروك للجهاز الفني ومبروك لكل اللي ينتموا للنادي الاهلي، بس اللاعب رقم واحد جماهيرنا العظيم، جمهور النادي الاهلي صحيح. العظيم جمهور النادي الاهلي العظيم، صاحب البصمه الكبيره كابتن صاحب بلال، كابتن طبعا بلال جمهور النادي الاهلي العظيم صاحب بلال، والنادي الاهلي له مليون تحيه، النادي الاهلي سيد طبعًا. اسياد الكره الافريقيه طبعا، هي مش محتاجه كلام يا كابتن صحيح، بالارقام مش محتاجه انك تقول بالارقام، انا بس عايز اقول لبعض المنجمين كذبه المنجمون ولو صادف بالظبط، قالوا ايه الليله حمر، ايوه انا بقول لهم الليله حمر صحيح، تمام احنا كلنا بنقول لهم الليله حمر، اه بالظبط كده، الاهلاويه خالصه صحيح، مع الاهلي ما يعني انا قلت ما ترهنش، لا 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 زي ما بيقولوها يا جماعه توسي، ما تنجمش مع الاهلي، ايوه بالظبط تمام، ما تنجمش مع الاهلي، نجم مع الاهلي، لا طبعا الاهلي بص عكس عكس عقارب الساعه صحيح، اه فرقه عكس عقارب الساعه، الحمد لله انا بدي اه الحمد لله طبعا يا كابتن، الحمد لله طبعا طبعا، لا انا بتكلم احنا بنتكلم في حقائق صحيح، تروح في اخر الدنيا تقول لك خلاص الاهلي طلع، هم قبل ما بيلعبوك بيبقوا حاسين هم خسروا خلاص، هم نفسهم يصطفوا مع الاهلي يعني يصادف سر غريب لا كابتن وعجيب، لا 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 الاهلي لعبنا مهما بص احنا مهما لعبنا في هذا الكيان وهذه المؤسسة وهذه الجماهير، احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه ما من عند ربنا يا كابتن اللي احنا بيوصلنا دايما للحاجات دي، وساعات بيروح مننا والله من عند ربنا، لا وبتشتغل طبعا طبعا، هو ربنا بيكافئ، ولكن هو الثلاث ورقات احنا اتربينا وعشنا ونزلنا الملعب على حب الجماهير دي وبنلعب للجماهير دي، والمؤسسة العريضة بتاعتنا اللي علمتنا كل حاجة، ده مش دبانة انما هي دي الحقيقة صحيح، طبعا مش دباجه فعلا دي حقيقه، هي دي حقيقة. خد بالك يا كابتن ايمن، لو سالت اي حد في افريقيا كلها مين اكتر نادي متطور؟ الاهلي. مين اكتر نادي منظم؟ اللي انا بقول لك اسباب المكسب يعني، مين اكتر نادي منظم؟ الاهلي. مين اكتر نادي عنده شعبيه؟ الاهلي. مين اكتر نادي عنده تاريخ؟ الاهلي. مين اكتر نادي عنده استقرار؟ الاهلي. مين النادي الوحيد اللي ما عندوش مشاكل ماديه وما عنده ما فيش ولا لعيب له جنيه او مدرب لو عنده جنيه او رفع عليه قضيه صح. هيقول لك مين النادي صاحب الارقام القياسيه؟ ما هو عشان كده الاهلي، بص يا كابتن كيان الاهلي بيتحدث منظومة. عن نفسه، هي البطولات بتيجي من فراغ؟ ما بتجيش من فراغ على فكره، هي البطوله بتيجي وليده ماتش؟ ما بتجيش من ماتش، البطولات بتيجي وليده شغل، اجتهاد، عرق، تنظيم، كفاح، بتيجي البطولات ما بتجيش تلعب ماتش كده وبعدين التوفيق يبقى حليفك كده عشان انت لعبت النهارده كويس وبس، لا 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 خالص خالص والله خالص، ده التوفيق ده عشان يبقى حليفك محتاج عوامل كتيره جدا 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 صحيح. جدا يا كابتن ايمن جدا، خد صحيح. بالك عشان تبقى موفق النهارده في ماتش النهارده لازم تكون بتتدرب قبليها بسنه كامله، تمام، ملتزم سنه كامله، منضبط سنه كامله، عندك سيستم سنه كامله مزبوط. طبعا عندك اداره يعني واقفه في ظهرك سنه كامله عشان في الاخر تتوج في نهايه البطوله صحيح. هي في فرقه بتكسب بطوله كده من اول ماتش؟ مفيش فرقه بتكسب بطوله من ماتش، الفرقه بتكسب البطوله تراكمات جيده، زي ما في تراكمات سيئه بتخليك تخسر، زي ما في تراكمات جيده بتخليك تكسب البطولات، وهو صحيح. هو ده شعار النادي الاهلي صحيح. احنا عمرنا كسبنا بطوله وريحنا؟ لا ده بقول لك عمرها ما حصل، ده بكره هيقول لك ايه ال 13 ايام، بكره ايه النهارده يا كابتن ايمن خلاص هيقول لك 13 ايام، بص انت يعني انت كده انت بتطير مش بتسبق، انت كده بتطير، الفرق بينك وبين اللي بيسبق لما بتخش السباق ببقى ساعات اللي جنبك كده عنده امان،
لكن انت بتقضي على كل الامال. احنا بعد كده هيعملوا الترتيب من الثاني، ما ينفعش الترتيب من الاول، ما ينفعش تحط معاهم في الترتيب. أيوة صح. مع احترامنا لكل الانديه، انت حط الترتيب الثاني، قولوا الزمالك عنده خمسة والترجي إيه؟ أربعة ومازين بأربعة احنا انت خلاص مازين بخمسة، مازين بخمسة لكن فاشل تقول لي لا 12 احنا مش مستنيين التصنيف خلاص احنا لا لا تصنيف ايه لا عليهم هم كابتا الفرقة التانية بتكلم هم لما يجي يصنفوا بعد كده يطلعوا الاهلي بره التصنيف عشان تبقى التصنيف عادل عشان يبقى فيها تخد ده خلي بالك حتى في بطولة جديدة ان شاء الله المستحدثة اسمها الانتر كونتيننتال هيعملها الاتحاد الدولي لأبطال القارات هيصفوا مع بعض طبعا بطل القاره النادي الاهلي لابطال القارات عشان يصفوا مع بعض وفي النهائي يلعبوا بطل اوروبا النادي الاهلي هيدخل البطوله المستحدثه دي غير كاس العالم دي غير كاس العالم كاس العالم دي اللي انت يعني هيلغوا كاس العالم لا الكاس العالم شغال في امريكا ان شاء الله بس دي بطوله مستحدثه طب الاهلي هيروح فين ولا فين ولا فين الاهلي صح في كل حته الاهلي في كل حته دايما مفرحنا وزي ما قلنا عمال يجيب اجوان يا كابتن عمال يجيب اجوان لا النادي الاهلي بيحطم ارقامه القياسيه خلينا الاول نفرح ونزغرط ونعمل كل اللي احنا عايزينه النهارده وبعدين ما حدش يقول لي النهارده ال 13 يا اهلي لا النهارده ما اتقالش 13 يا اهلي بكره ان شاء الله بعد ما نفرح باذن الله رب العالمين نقول ال 13 يا اهلي كابتن النهارده يا كابتن النهارده يا رب دايما النادي الاهلي مفرحنا كابتن شريف النادي الاهلي بيحطم ارقامه القياسيه النادي الاهلي شال الكاس اكتر ما شلنا احنا عيالنا ايوه صح كل اللعيبه اللي في الملعب دي اكتر كل واحد شال ابنه شال الكاس اكتر من كل مره صحيح فمبروك مبروك عليهم بصراحه الفوز حلو ما فيش كلام صحيح والنجاح حلو وتقفش في النجاح احلى وتفوز وتحافظ على الفوز اصعب واصعب صحيح. وعندك مباراه زي ما قال عادل جايه دي هنبتدي جو جديد بقى وشغل جديد وشكل تاني دي بالدنيا كلها صحيح يعني حكايه كل يوم انت عندك تحدي لنفسك كل يوم انت بتحطم ارقام نفسك كل يوم بتاخد ثمار مجهودك اللي انت بتعمله صحيح. حقيقه يعني الناس اللي بتشتغل في صمت وبتشتغل في اللي ليها واللي عليها والتهنئه ديك طيب بعد اذنك كابتن شريف تهنئه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه اتوجه بالتهنئه للنادي الاهلي على فوزه الرائع اليوم اداء مميز وجهود رائعه تستحق كل التقدير كل التحيه لجماهير النادي الاهلي ولكل المصريين ونتمنى مزيدا من النجاح والانجازات في المستقبل كما اتوجه بتحيه تقدير للاداء المشرف للفريق التونسي الشقيق كابتن اسامه وتهنئه خاصه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنادي الاهلي العظيم. طبعا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اعلى سلطه في مصر على طول متابع وبيهني النادي الاهلي على انجازه الكبير وتتويجه بالبطوله للمره ال 12 فشيء يشرفنا ويشرف الكره المصريه لما الناس تحس انه اكبر سلطه في البلد متابعه وبتقدر الجهد اللي بيتبذل فنشكر فخامه الرئيس طبعا جدا وايضا التنويه بتاع الشكر الخاص اللي سيادته وجهه لفرقه الترجي فعلا كل الاحترام والتقدير لفرقه الترجي تونس الشقيقه يعني وهي ليها معزه خاصه في قلوبنا احنا كمصريين بنحب دول المغرب العربي بصفه عامه وطبعا اكيد كل العرب يعني فبرضو ادوا اداء مشرف هارد لك ليهم والف الف مبروك وبنشكر فخامه الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي كابتن عادل تهنئه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكبر دعم للرياضه المصريه اكيد طبعا يا كابتن الدعم الكبير لكل الانجازات بتبقى الدوله المصريه النادي الاهلي او نادي الزمالك كل الانديه كلها بتشتغل لصالح اسم مصر يعني حتى التتويج لما بتتوج ببطوله افريقيا فخامه الرئيس يبعت تهنئه لنادي الزمالك ويبعت تهنئه للنادي الاهلي ده حاجه طبعا بيدي دفع للامام كمان لانك انت مطالب منك انك ترفع اسم مصر عاليا يعني وبعد ان شاء الله المنتخبات لما منتخبنا يروح كاس العالم وجميع الالعاب في الاولمبياد تبقى حاجه كويسه قوي فاكيد ده ثمار الجهد اللي بيتعمل من كل منظومه يعني من المنظومه كلها وعلى راسها فخامه الرئيس
ونتمنى الانجازات دي دائما تبقى موجوده. نتمنى ان احنا كل يوم يعني هنئنا فخامه الرئيس ببطوله يعني ان شاء الله. كابتن شريف، تهنئه خاصه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخليك تشيل حمل زياده ان انت تحقق بطولات لمصر اكتر واكتر واكتر كعادتك دائما النادي الاهلي. طبعا تهنئه السيد الرئيس دي وتهنئته لنادي الزمالك كمان، ده شرف كبير وعظيم. وبنشكر سياده الرئيس على كل الانجازات اللي هي موجوده دلوقتي. اذا كان هو بيهنينا النهارده، احنا عايزين نشكرك كمان على تحملك المسؤوليه الكبيره اللي احنا فيها دي كلها، والانجازات اللي احنا بنتفرج عليها، ومصر الحديثه اللي احنا وراك يا ريس فيها وهنبنيها معاك باذن الله. ربنا يدينا البطولات ويدينا احلامنا كمصريين كلها في وجود سيادتك. الف مبروك. كابتن بلال، تهنئه في محلها للسيد رئيس الجمهوريه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، اكبر داعم للرياضه والرياضيين. طبعا يعني سياده الرئيس هي مش بس بتدي يعني او حمله او بتحملك مسؤوليه، لا كمان بتديك دافع كبير جدا. طبعاً. يعني سياده الرئيس مهتم دليل اهتمامه بالرياضه وتقديره للرياضه المصريه طبعا، وتقديره للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وحتى التهنئه فيها تقدير لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان موجود النهارده في كل مكان، في الملعب، في الاستاد، وبره الاستاد. فتعظيم تهنئه طبعا عظيمه من سياده الرئيس للنادي الاهلي على الانجازات، وان شاء الله تدوم التهاني باذن الله من سياده الرئيس للنادي الاهلي باذن الله تعالى. ودائما الاهلي الحمد لله مشرف، يعني مشرف الكره المصريه بشكل عام، ومشرف السياده المصريه بشكل خاص. فالحمد لله على هذا التقدير، والحمد لله على انتمائنا للنادي الاهلي. بنبارك لكل الناس، ونبارك لنفسنا قبل ما نبارك لكل الناس. احنا برضو بنجتهد وبنتعب وبنحضر وبنعاني وبنتشل. كاس البطوله في الصوره، يا ريت تجيبوا لنا الصور الاحتفالات. طبعا هات لنا كابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي. خد بالك يا كابتن، وكاس البطوله وتنظيم اكثر من رائع. تنظيم حلو اكثر من رائع فعلا. تنظيم حلو صحيح. الاهلي كمان بيعرف ينظم، صحيح. بيعرف يحتفل. خد بالك يا كابتن الخطيب بيسطر تاريخ طبعًا كبير جدا جدا طبعًا في رئاسه النادي الاهلي. صحيح. تاريخ عظيم يعني. حقيقي. يعني انت بتتكلم النهارده اربع بطولات افريقيه، ان شاء الله ربنا يديله الصحه يا رب ويطيل في عمره يعني باذن الله. في بطولات قادمه كتير جدا من دوريات وبطولات افريقيه اخرى. تمام. صحيح. فالنهارده انجاز كبير كرئيس للنادي الاهلي، كاس البطوله وده ما يدل ثلاث مرات بس يا كابتن كاس العالم للانديه بلاد. بص التالت كان زمان يا كابتن، ثلاث مرات واربع مرات. كان في مقوله زمان او بتروج او بيروج ليها البعض، يعني تقول لك ايه، ان لعيبه الكوره يعني مش بالاولويه يكونوا رؤساء انديه ناجحين. بالعكس، لعيبه الكوره في النادي الاهلي تمام على ثقافه عاليه جدا، اداره عاليه جدا طبعا، تنظيم عالي جدا. يعني هم على راي المثل، اهل مكه ادرى بشعبها. النادي الاهلي اهله ولاده ادرى بيه طبعا. طب اقول لك حاجه، سليم تاريخ كبير جدا في البطولات والكابتن حسن والمبادئ. كابتن عبد الصالح الوحش، كابتن عبد الحسن حمدي، والنهارده احترامنا طبعا للباقيين يعني. بس انا بكلمك على كبار المؤثرين في تاريخ النادي الاهلي كرؤساء انديه، العمالقه اللي مسكوا النادي الاهلي وخدوا بطولات وارسخوا مبادئ. هم كانوا لعيبه كوره على فكره، عشان ما حدش يطلع يقول لك ايه، اصل لعيبه، اصل في نغمه بتقول لك لعيبه الكوره جهله، لعيبه الكوره ما بتعرفش تدير، لعيبه الكوره لا يا جماعه، ده اكبر مثال كابتن خطيب، كابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي، كابتن صالح سليم، كابتن يعني صحيح. انا عايز اقول لك بس حاجه، يعني اقول لكم حاجه على الموضوع طب ممكن نطلع نفرح وبعدين نرجع نتكلم؟ يلا نطلع نفرح ونرجع مره ثانيه. يلا نفرح. شفنا تنظيم ولا اروع من النادي الاهلي، وشفنا قد ايه كان النظام رائع، وشفنا قد ايه زي ما قالوا كباتننا نادي متعود على البطولات، فدي حاجه مش جديده عليه، حاجه كلنا بنفتخر بيها. انتمائنا للنادي الاهلي، شفنا التنظيم على اعلى مستوى، ما شفناش اي حاجه خالص خارج الحدود. بالعكس، انتمائنا للنادي الاهلي فخر لاي واحد فيه، ودايما النادي الاهلي رفع راسنا. وعلى فكره زي ما قالوا الكباتن، مش رفع راسنا في حاجه لا، انت لو بتتكلم
على منظومة النادي الأهلي، ليك الفخر، ليك الفخر إن أنت بتنتمي للنادي الأهلي. منظومة تشتغل بس علشان خاطر النادي الأهلي، عشان خاطر الكيان. ما شفناش لحد خطف كاس، لحد نزل وخد الكاس وحطه على دماغه، ولا ما شفناش الحاجات دي خالص، لأن ده النادي الأهلي مختلف، مختلف تماما عن أي أندية، مع احترامي لجميع الأندية. تعالوا نعيش أجواء الفرحة مع أعضاء أهلي الجزيرة والزميلة مريم سميح. ألف مليون مبروك يا كابتن أيمن، وألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. فرحة كبيرة، فرحة عارمة. النادي الأهلي بطل أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي مع مارسيل كولر. زي ما انت شايف وسامع كابتن ايمن، فرحه كبيره جدا وعارمه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. خلينا طبعا نشوف اراء الجماهير واعضاء النادي الاهلي. قول ايه رايك بقى النهارده في الماتش، وتقول ايه لكل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بمناسبه التتويج للمره ال 12 في تاريخ. اقول الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك للكابتن الخطيب ومجلس الاداره، الف مبروك لمصر. تقول ايه لكل اللعيبه، وشايف مين اهم لعيبه الماتش النهارده؟ طبعا في البدايه مبروك النادي الاهلي، خامس نهائي في اربع سنين، دي حاجه يا جماعه. النادي الاهلي بيعمل عظمه، النادي الاهلي مشرف الكره المصريه. النادي الاهلي من اهم لعيبه النهارده انا شايف اكرم توفيق وكريم فؤاد، برضو من الاثنين دول كانوا من نجوم مباراه، وامام عاشور لاعب كبير جدا جدا جدا. ومبروك، وقول لكابتن الخطيب انت الرئيس التاريخي. كابتن الخطيب حضر 12 بطوله افريقيا الخطيب كان هو متواجد فيها، ومبروك للنادي الاهلي. فرحة كبيرة النهاردة، البطولة الثانية على التوالي لمستر مارسيل كولر. تقول له ايه؟ جهاز فني الحقيقة قدر ان هو يحسم مباراة. انا بقول الف الف مبروك للاهلي وجماهيره الاهلي، والف مبروك لينا كلنا. البطولة ال 12 وهو باري البطولة ال 13 ان شاء الله. النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل القرن. تقول ايه النهاردة؟ فرحة كبيرة جدا، غالية على قلوبنا، بطولة غالية جدا جدا. دايما بنبقى مهتمين ان البطولة تكون في مقر النادي الاهلي ومعقد الحقيقه القلعه الحمراء. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بنبارك لجمهور النادي الاهلي. تعب جمهور الاهلي، استحمل، الاداره تعبت، مجهود على مجهود الاداره. الف مبروك للجهاز الفني، للجماهير، للاعلاميين، اللعيبه، لكل جماهير الاهلي. كلنا جايين نحتفل. الف مبروك لمصر اولا، مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اللعيبه كلها كانت رجاله النهارده، محمد عبد المنعم، حسين الشحات، مصطفى شوبير، اللعيبه كلها كانت مركزه وعلى اعلى مستوى. بصراحه الاهلي رقم واحد، وطول ما الاهلي بخير منتخب مصر بخير. الف مبروك للاهلي وجماهيره في كل مكان، بصراحه فرحنا كلنا. اللعيبه كانت على قلب رجل واحد، يعني لعيبه الاهلي على قلب رجل واحد، والحمد لله مكاسب كتير في المباراه. الحمد لله عوده اليو ديانج، طبعا نص ملعب، طبعا اخطر لاعب يعتبر في النادي الاهلي. بنتمنى باذن الله عوده اللاعب علي معلول، كلنا رب ندعي له بالسلامه ويرجع بالسلامه، والحمد لله ومبروك لمصر كلها. تقول ايه النهارده بمناسبه الفوز الغالي ده؟ اقول له الف الف مبروك، فريق كبير، فريق عظيم. النادي الاهلي فريق تقيل متعود على البطولات، هي دي عاده النادي الاهلي، لما بيطلع النهائي دايما بيخلصوا، لان النادي الاهلي بيلعب على التاريخ 1907. تقول ايه النهارده لكل طبعا يعني لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي؟ الف مبروك للابطال، وبالذات عاشور، ربنا يحميهم ويحفظهم ودايما في بطولات ان شاء الله. تقول ايه النهارده لعيبه النادي الاهلي والفوز الغالي ده للمره 12؟ بنحتفل بالاميره السمراء، بقول لهم الف مبروك، وده متوقع، وطول عمرنا اصحاب القاره واصحاب البطولات كلها، مش حاجه جديده على النادي الاهلي. الف مبروك لينا واحنا فرحانين، كل متاكدين من الفوز. تقول ايه النهارده؟ حب اقول ان لعيبه النادي الاهلي رجاله رجاله، ويستحق الفوز، وان شاء الله ال 13 يا اهلي. تقول ايه النهارده عن اداء النادي الاهلي، وان هي مباراه الحقيقه ان احنا كسبناها بصعوبه، ولكن قدرنا ان احنا الحقيقه نحسم مباراه لصالحنا والبطوله لصالحنا. احب اقول للنادي الاهلي اداء مشرف، والف الف مبروك، وفريق كبير،
يا عزيز أهلي لأهلي. زي ما انت شفت يا كابتن أيمن، مختلف الأعمار السنية، نساء شباب حتى الأطفال موجودين علشان يساندوا النادي الأهلي. فرحة كبيرة جدا جدا الحمد لله يا كابتن أيمن، ودايما في انتصارات وبطولات، وإن شاء الله نحتفل بقى بوصول الأميرة السمراء وبطولة جديدة بتضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي. فرحة كبيرة لجماهيرنا العظيمة، ومين يفرح الجماهير دي غير النادي الأهلي؟ هو النادي الأهلي هو اللي يفرح الجماهير المصرية. طيب تعالوا نكمل ونعيش أجواء الفرحة برضو مع أعضاء النادي الأهلي في أهلي مدينة نصر والزميلة العزيزة روزان نصر. كابتن أيمن برحب بيك طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي على ترجي تونسي بطولة أفريقيا واللقب ال 12 والتاني على التوالي من داخل طبعا فرع الأهلي مدينة نصر، متواجدة معاكم. وطبعا يعني الفرحة في كل مكان، الأعضاء متواجدين كمان، لازم نعرف رأيهم في مباراة النهاردة. ألف مبروك، النهارده مباراة قوية جدا، يعني أداء رائع من لعيبة النادي الأهلي. شفت المباراة ازاي؟ يعني بصراحة الرجال عمل كل اللي عليها، كولر كان عبقري بصراحة. البطولة من أولها لأخرها كانت صعبة جدا جدا، والسكة بتاعت الأهلي فيها كانت تقيلة جدا، ولكن الأهلي أدها وأثبت إن هو إن إحنا كلنا رجالة. الشباب بتاعت الأهلي والبودلة كله زي بعض، كله كان قلقان من معلول إن هو غايب. كريم فؤاد النهارده ما شاء الله عليه، وكلهم رجاله ما شاء الله، اللهم بارك. ألف مليون مبروك. طبعا النهارده شفنا مباراة قوية جدا، قول لنا رأيك في المباراة. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي، ومباراة جميلة، وعقبال السوبر إن شاء الله. ألف مبروك للنادي الأهلي، طبعا نادي كبير معودنا على البطولات دي. ال 12 عندي حاجة لل 12. 12 ألف 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 مليون مبروك للأهلي وبنادي الفوز على علي معلول، وبنقول لك هتوحشنا، ربنا يرجعك بالسلامة يا معلول إن شاء الله. ألف ألف مبروك لعيبة رجالة، وشرفتونا وكترتوا البطولة وضفتوا بطولة جديدة لينا. ألف مبروك، الفرحة كبيرة جدا، شفنا النهاردة يعني كمان فرحتكم باينة عليكم. كلمني كده على المباراة النهاردة وشفتها ازاي؟ طبعا هي مباراة مهمة جدا، إن دي مباراة تقيلة، نهائي أفريقيا، طبعا بطولة كبيرة جدا. كولر كان برضو بيلعب بخطة ان هو برضو كان بيدافع وكان عايز يضمن المكسب اكتر، وبرضو صدفتنا ان احنا جبنا الجون في الاول، وده كان مصادفة كويسة جدا، وهو لعب بخطة كويسة ان هو بدأ يأمن على الجون ده لاخر المباراة، والحمد لله ان احنا كسبنا. ومبروك ليك ومبروك لجمهور الاهلي. الحمد لله. فريق الترجي التونسي فريق قوي، عندهم مدرب كبير طبعا ميجيل كاردوزو، كان طبعا النادي الاهلي قدامه على مستوى الدفاع والهجوم، الحقيقه كان يعني عامل حساب للمباراه كبير جدا. شفت المباراه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الحمد لله على المكسب قبل اي شيء، لان الماتش طبعا صعب، انت بتلعبي فرقه ليها وزن في افريقيا، دي من يعتبر الترجي، هي تعتبر اهلي تونس، يعني هم من الناس اللي ليهم تاريخ في تونس كبير جدا، وفرقه تقيله. الماتش الاولاني كان صعب هناك، والحمد لله ربنا كرمنا في النتيجه. ماتش النهارده كان فعلا برده صعب جدا على ارضنا، وكانت يمكن الاداء ما كانش ده اللي احنا دايما كجماهير النادي الاهلي بيرضينا في النهايات، لكن الحمد لله الماتش اتلعب بالكادر ده، والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا بالمكسب، والحمد لله ان فرقتنا رجاله ومجلس ادارتنا مركز مع نادي، والحمد لله رب العالمين. الف 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 مبروك لمصر اولا، لان النادي الاهلي ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، فمصر دايما سباقه، مصر الرياده، مصر هي النادي الاهلي، النادي الاهلي اسياد افريقيا، النادي الاهلي بياكد ان مصر هي دائما في المقام الاول. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي. شفت النهارده المباراه ازاي؟ وكلمنا كده عن فرحتك النهارده. المباراه كلها مقفوله، وكانت يعني بنلعب بروح الفانيلا، والحمد لله مبروك للفوز للنادي الاهلي. اهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي اللقب ال 12، طبعًا كابتن أيمن أكيد شايف الفرحة هنا عاملة إزاي، يعني زي تقريبًا فرحة كمان الناس في الاستاد بالظبط. ألف مبروك، وطبعًا ال 13 يا أهلي من بكرة زي ما الجماهير بتقول، عودة ليك مرة تانية كابتن أيمن. إيدي عليكم أنتوا الاثنين. فرحة كل، إحنا يعني إحنا نفسنا ناخد يوم كده نفرح فيه. إحنا بنطلع من بطوله بنبص على بطوله تانية، يعني احنا واحنا بنحتفل هنا عمالين نقول ايه، اهلي اهلي وال13 يا اهلي، ال13 يا اهلي، عايزين نفرح براحتنا النهارده، وان شاء الله باذن الله نبقى نقول ال13 يا اهلي. خلينا طبعا لما اتكلمنا على الارقام واتكلمنا على هيمنه الكره المصريه على البطولات الافريقيه السنه دي، وزي ما هن النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي
هنقوا نادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. نادي الزمالك يتقدم نادي الزمالك النهاردة ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا. طبعا تهنئة من نادي الزمالك وسبقوا تهنئة من مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك بمناسبة الفوز بالكونفدرالية. ونتمنى كده دايما كل سنة الكرة المصرية هي اللي تهيمن وتسيطر على البطولات الإفريقية. نتمنى أن النادي الأهلي كل سنة يبقى بطل أبطال الدوري. نتمنى النادي الزمالك يشارك في الكونفدرالية كل سنة ويمثل مصر في الكونفدرالية. ونتمنى دايما الأفراح للكرة المصرية حتى بعد كده السوبر السنة دي السوبر الإفريقي مصري. إن شاء الله إن شاء الله يعني مش عايزين نسبة الأحداث إنما السوبر مصري وبإذن الله يكون السوبر أهلاوي. كابتن عادل يمكن أنا قطعتك قبل ما نروح نشوف فرحة الأعضاء في أهلي الجزيرة وأهلي مدينة نصر وكان ليك كلمة عن النادي الأهلي. لا يعني أنا كنت عايز أقول حاجة مهمة أوي إنه الإنجازات ما بتجيش صدفة طبعا وإنك أنت بتشتغل وبتجتهد. اتكلمنا كتير ان النادي الاهلي عنده استراتيجيه. انت دلوقتي يا كابتن الجمهور بيطالب بال 13 بس هو يفرح الجمهور. ايوه اللي مش هيفرح لعيبه النادي الاهلي. عارف ليه؟ لان هيفرحوا النهارده عندهم تركيز بكره عشان هيشتغلوا في بطوله ثانيه. ايوه انت الدوري هيضغط جامد جدا هتلعب ماتشات بعد التوقف الدولي ان شاء الله. بعد التوقف الدولي ولاعيبتك رايحه المنتخب ولازم يأدوا كويس لمنتخب مصر ولكن بالزبط. في اخر الامر انت بتشتغل فربنا بيديك. مفيش حاجة اسمها انك انت ما بتكونش شغال. حتى الحتة التنظيمية اللي احنا اتكلمنا عليها انت ليه منظم دايما يا كابتن ايمن؟ لانك بتفرح مش قوي وما بتزعلش قوي. انت فاهم يعني في اتزان في كل حاجة. مبروك كابتن شريف كتير قوي كان هو بيتكلم معايا يقول لي احنا هنكسب النهارده صح يا كابتن شريف ولا ايه؟ دايما دايما بيبقى عندي احساس ولكن في اوقات بيبقى توفيق من عند ربنا كمان. طب انت بتزعل ان اللعيبه مثلا ما بيقدوش اداء مثلا انت عاوز ضغط على طول وعاوز مكسب على طول وعاوز احنا. اكيد اكيد ولكن انا بتكلم من لغه احترافيه شويه ولكن الظروف اللي انت بتمر بيها واللعيبه اللي هي بتتعبوا مصابه وكل ثلاث ايام بتسافر بلد وتركب طيارات وتنزل من طيارات وترجع على بلد كل شويه بتاخد فرق مختلفه ايوه بمدارس مختلفه انت مختلفة. مش بتعود تشوفهم كل يوم في بطولات مختلفه يجوز انت هنا في الدوري او في البطولات المحليه اللي انت بتلعبها متعارف على جميع الفرق اللي انت بتلعبها انما لما بتيجي لك يانج افريكانز وبتلعب الترجي وفي السكه بيبقى معاك سان داونز احيانا مدارس مختلفه ولاعيبه مختلفه وانت ما زلت تبقى متاخر في النسخ القديمه وتطلع الثاني على المجموعه وتقابل اعتى الفرق. بس السنه دي المره دي معلش خدنا اول ومشينا السنه دي الطبيعي حصل ولكن اللي بيحصل لك كان في مجموعات قبل كده وتاخر من المجهود الكبير اللي انت بتعمله ساعات بتتاخر او ساعات بتبقى داخل بتلاعب بقى ايه الفرق الكبيره كلها بتعدي على الفرق الكبيره كلها. بيفكرني ب 2006 و2008 و2010 المنتخبات بتاعه حسن شحاته واللعيبه اللي كانت موجوده دي كلها عدوا على اعتى الفرق اللي في افريقيا الجزائر والمغرب وتونس وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون وكذا مره وغانا كانوا كل الفرق دي في عزها ونيجيريا وكل الفرق دي كانت فرق محترفين كلها وكانوا بيلعبوا ايامها لسه ما زالوا في فرقهم بييجوا من اوروبا كلهم وبيجي يلعبوا ايتو وهارونا ودروجبا والناس دي كلها احنا قابلناها في البطولات. ايه اللي بيسمح في كل ده؟ انك انت بتشتغل على معترك كبير جدا باسمك واسمك الحقيقه عامل تاريخ كبير اسم محليا. الاهلي مرعب يا بجد محليا اسم الاهلي اسمه مرعب ودوليا. ف النهارده لما تيجي تتفرج على حسام حسن النهارده هيجي يختار
المنتخب هياخد عدد كبير، هياخد بتاع من 8 ل 10 على الاقل في النادي الاهلي لعيبه هم اللي اجهزوا، هو النادي الاهلي اللي اجهزه دلوقتي وبوره الضوء دائما يعني النادي الاهلي يخدم منتخبه على طول. يعني احنا اهلاويه كل حاجه، ولكن مصر قبل اي نادي، حتى قبل النادي الاهلي طبعا. يعني مصر كمان قبل النادي الاهلي. يعني الدوري بيتعمل ليه يا كابتن؟ عشان نعمل منتخب قوي. انت عارف احنا لما بنتكلم انا وانت نقول لك ايه؟ لا دي مقوله غلط يا عادل. ايه ده؟ الدوري ما بيتعملش عشان منتخب قوي بس. الدوري محترفين. الدوري ما فيش الا طريقين يا كابتن. لا 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 دوري قوي يفرز منتخب قوي. لا انا تملي بعترض. لا محترفين اقوياء قوي بره في الخارج. انا تملي بعترض على الكلمه دي. ليه؟ انه الدوري بيتعمل عشان نعمل منتخب قوي. لا دي مش حقيقه. في العالم كله الدوري بيتلعب عشان الناس بتستمتع زيك زي ما بتتفرج على فيلم، زي ما تروح مسرحيه، ده العالم الاول في كره القدم في كل العالم. لا لا لا، هو الدوري الانجليزي، هو الدوري الانجليزي، هو الدوري الانجليزي لما بيتلعب لازم ان منتخب انجلترا يكسر الدنيا. لا هو الدوري بيتعمل في حد ذاته ان الناس تستمتع وصناعه واستثمار وبعد كده يخدم المنتخب، لكن مش الاساس بس انه بيتعمل عشان. طيب ما تخلينا نفرح وبعد كده نبقى نتكلم على موضوع الدوري ده ان شاء الله. طيب ماشي. خلينا نتكلم على بعض الارقام اللي حققها النادي الاهلي النهارده النادي الاهلي والبطوله رقم 12 الافريقيه اللي هي دوري الابطال، يجي بعده في المركز الثاني مازيمبي ونادي الزمالك المصري. ده رقم قياسي جديد بيحطم بيه النادي الاهلي رقمه القديم اللي هو 11 مره. اذا النادي الاهلي بيحطم ارقامه القياسيه. ارقامه هو النادي الاهلي بينافس نفسه. بيحطم ارقامه القياسيه. طب نيجي لمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي في الفتره الاخيره بعد اصابه كابتن محمد الشناوي حارس مرمى مصر العملاق. مصطفى شوبير بعد مباراة النهاردة عمل إنجاز تاريخي لحراسة المرمى في النادي الأهلي. في تاريخ الأهلي كله يعني. في البطولات الإفريقية. مصطفى شوبير النهاردة حافظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي ليصبح الحارس الوحيد في النادي الأهلي اللي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ مشاركاته الإفريقية. البطولة كلها احنا قلنا نادي الأهلي أقوى هجوم وأقوى دفاع. وأقوى دفاع لأن أنت دخل في مرماك هدف وحيد فقط. هدف وحيد كان في مباراتي يا كابتن. يانج أفريكانز. يانج أفريكانز 1-1. 1-1. ده الهدف الوحيد اللي دخل، ما كانش مصطفى شوبير هو اللي بيلعب. ومصطفى شوبير في المباريات اللي بعد كده عمل رقم قياسي جديد في تاريخ حراسة مرمى النادي الأهلي. تعالوا نروح نفرح مع بعض ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار النهاردة. من حقنا نفرح وبس. جماهير النادي الأهلي يعني مش عايز أقول إنها بتتعب، يعني تعب خاص ومجهود كبير جدا 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 لا يقل عن مجهود اللعيبة في الملعب. طبعا التهنئة حاضرة من جميع أنحاء العالم. خليني أقول لكم، الإعلامي الكبير يعقوب السعدي بيقدم تهنئة خاصة للنادي الأهلي ولكن على طريقته. بمناسبة فوز النادي الأهلي بالأميرة الإفريقية رقم 12 النهاردة. تعالوا نروح نشوف الأستاذ يعقوب السعدي هنى النادي الأهلي إزاي ونرجع لحضراتكم تاني. الأستاذ يعقوب السعدي يعني بيكلم من القلب، قال لك فوز الاهلي هو يوم عيد. فعلا فوز الاهلي هو يوم عيد، يوم عيد للشعب المصري. التهنئه لما تكون خارجه من القلب تخش على القلب على طول، بتبين قيمه وعظمه النادي الاهلي. وبتبين قيمه وعظمه النادي الاهلي فين؟ خارج مصر. النادي الاهلي يا كابتن شريف شفنا استاذ يعقوب السعدي ومفيش اجمل من كده ولا احلى من كده بصراحه. يعقوب السعدي لما يتكلم على الاهلي يحلو الكلام. صحيح بجد. عنده اسلوب فريد
لما بيجي يوصف الفرحة أو بيوصف الكيان نفسه اللي هو بيحبه وقريب منه بيعيشك، عارف تفاصيله مظبوط صغيرة وكبيرة وكل حاجة، وقريب من نجمنا الكبير كمان كابتن محمود الخطيب محمود، هو بيجيله حالة بيعيشك شعرية، بيعيشك في أجواء تانية، بيجيله حالة شعرية، هو عاشق لله طبعا، الحالة الشعرية دي تخليك تطلع من القلب صحيح، ما بتحسش بكل، يمكن هو عنده أسلوب وده أسلوب مهني وكل مزبوط. حاجة وكل، بس لما إنسان يتكلم بهذا الشكل تلاقيه الحب جارف قوي، مثله مثل كل الناس اللي بتحب النادي الأهلي، ومثله الملايين الأهلاوية يعني، بس ده طريقة التعبير مختلفة، أنا أغير منه أغير منك يا عقوب يا سعدي، أغير من حبك الجارف للنادي الأهلي ده، أنا كلنا بنحب الأهلي، تربينا في الأهلي وعيشنا في الأهلي، ولكن أنت برافو عليك يعني بتوصل لنا الحب بسهولة وبلذاذة بطريقة مختلفة وبشياكة صحيح. متشكرين يا عقوب ومبروك عليك وعلينا، ميرسي أو شكرا كابتن أسامة، تهنئة جميلة من الأستاذ يعقوب السعد. طبعا زي ما كابتن شريف قال، راجل عاشق ومحب للنادي الأهلي، و يعني هو الأهلي جواه وفي كيانه، وبعدين هو فعلا زي ما كابتن شريف قال له أسلوب فريد في التعبير عن عشقه وحبه للنادي الأهلي، بيختار الكلمات بعناية قوي، وحتى فيها يعني أشبه بالشعر يعني، فكلام جميل ومحترم من حد محب للنادي الأهلي جدا، بنشكره وبنقول له ألف ألف مبروك، يعني فرحة كبيرة للشعب المصري كله، وتهنئة مهمة جدا من إعلامي كبير ومن معشاق ومحبين النادي الأهلي، فشكرا لي جدا، وإن شاء الله نتقابل على خير يعني. كابتن عادل، عندك تعليق على الجمال بتاع أستاذ يعقوب السعد؟ هو إعلامي قدير جدا يعني، الأستاذ يعقوب السعد إعلامي من العيار الثقيل قوي، هو أولا حتى إلقاء جميل، صوته كويس كمان، وهو عاشق للأهلي ولكيان الأهلي، وعاشق لكمان رئيس النادي الأهلي، يعني بيحب كابتن الخطيب جدا وبيحب النادي الأهلي قوي، فالأستاذ يعقوب السعدي دائما بيطربك، ده عمل مداخلة قبل كده الصبح الإماراتي لما كان جه اتعمل في مصر، عمل مداخلة عن مصر عظيمة مظبوط، هو دائما بيحلي كمان المواضيع اللي بيعملها، انا بتفرج له كتير وبشوفه كتير طبعا، ومتابعه في قناه ابو ظبي كتير جدا، فهو من الاعلاميين الاقوياء جدا في الوطن العربي، مش في الامارات بس ومش في مصر بس، يعني هو عاشق وعاشق جميل للنادي الاهلي، واحنا بنشكره طبعا، ولان الكلام بيطلع بحب ومن قلبه، وهو كمان تقدر تقول عليه بإلقائه عالي جدا وفي إحساس كبير قوي، فبيخش القلب، بيخش القلب على طول مظبوط. كابتن بلال، تعليقك على الجمال اللي احنا شفناه من أستاذ يعقوب السعد. بص، أنا بحبه بصراحة يعني، وبحب حبه للأهلي حلو حقيقي، وبحب أي حد يحب الأهلي صحيح، وهو وصف جميل جدا يعني، قارن الاهلي بنهر النيل مظبوط، حاجه عظمه الحقيقه، الاهلي عند الاهلي عند الاهلاويه نيل، زي نهر النيل كده عند مصر صح، فاهم؟ صحيح، ما ينفعش تفتقده، ما ينفعش تفقد حبه وحلاوته وعطائه صح، مبهج دايما، الناس كلها بتحب تسكن على النيل والناس كلها بتحب تشجع الاهلي صحيح. طيب تعالوا بقى نشوف اصحاب الفرح والزميل فاروق صلاح، ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، ورضا سليم لاعب النادي الأهلي. خالد علي محمد الأمين بيبو، نقف كده بقى كابتن خالد، أكتر حد فرحان ومستني البطولة دي كنت أنت، عشت صفحات كتير، خدت البطولة دي كلاعب، لكن أعتقد إن دي البطولة الأغلى في حياتك،
طبعا الحمد لله رب العالمين. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي يعني الناس ما تزعلش مني طبعا. انا عارف ان الجمهور كله كان عايز يبقى موجود معانا النهارده جوه الملعب، بس يعني ما حدش يزعل مننا لان ده غصب عننا، يعني اللي قدرنا نعمله عملناه، والجمهور يعني كان دايما هو نمره واحد بالنسبه لنا وهو اهم حاجه بالنسبه لنا. اشكرهم طبعا على حضورهم النهارده، ولو الجمهور ده في كل مباراه كده عمر ما النادي الاهلي هيخسر نقطه في اي حاجه في اي بطوله يعني. بس الحمد لله. مبروك طبعا لمجلس اداره، مبروك للجهاز الفني، مبروك للعيبه. بصراحه كانوا رجاله، احنا لعبنا كميه مباريات وكميه سفر كانت صعبه جدا، بس كلهم كانوا رجاله والحمد لله ربنا كرمنا. البطوله دي تاريخيه للنادي الاهلي لان الرقم ده انا مصمم عليه لاول مره في تاريخ افريقيا من سنه 64 ل 2024 فريق ياخد البطوله وما دخلش مرمى غير هدف واحد، ما حصلتش في تاريخ افريقيا. انجاز بيحسب لكم كجهاز فني، كجهاز اداري، كلاعبين، اعتقد سعيد بالرقم ده كابتن خالد. الحمد لله طبعا النادي الاهلي خلق اللي يعمل ارقام ويكسر ارقام ويعمل ارقام ويكسر، هو اللي يعمل الارقام هو اللي يكسرها يعني، فده الحمد لله رب العالمين طبعا. وده شغل مجموعه كامله، زي ما انا قلت معاكم في قبل الماتش اللي في المباراه الاولى ان احنا كلنا بنشتغل على قلب رجل واحد، كلنا بنساعد بعض عشان احنا الحمد لله ناخد البطوله. بطوله غاليه جدا 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 زي ما انت قلت، هي بطوله بالنسبه لي انا يعني اول مره وانا مدير كوره اخد بطوله افريقيا، دي حاجه بالنسبه لي كويسه. واسهل وانت لاعب ولا وانت مدير كوره؟ لا وانا لاعب، لا 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 ده موضوع صعب جدا يا جماعه. طبعا وانت لاعب الموضوع بيبقى مختلف. انت هنا انا قاعد بقالي اربع ايام عايش في تفاصيل بس من ساعه ما رجعت من تونس وانا عايش في تفاصيل بس. فطبيعي انت بتشغل النادي الاهلي، نادي كبير عنده حاجات كتيره جدا 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 لازم تبقى مرتبه بشكل كويس. فالحمد لله مبروك. عايز اقول لك على نقطه مهمه جدا يا كابتن خالد، يعني التفاصيل والامور اللي احنا عشناها، انت قلت نقطه مهمه جدا، اللعيبه بتخاف على زعل الكابتن الخطيب. وجود الكابتن الخطيب في الفتره الاخيره معاكم في كل وقت، كان موجود في ماتش الذهاب، اعتقد وجوده مهم جدا يا كابتن. والله انا يعني مش عايز اتكلم طبعا. كابتن خطيب طبعا يعني عمل معانا مجهود كبير جدا، وزي ما قلت لك اللعيبه بتخاف على زعله، وهو يعني بقاله فتره كان تعبان جدا انا عارف، وكان متحمل على نفسه وسافر معانا وهو تعبان، وموجود امبارح معانا وموجود اول امبارح معانا وموجود معانا في كل التفاصيل. الكابتن موجود معانا بيعمل شغل كبير جدا وبيتعب، عشان كده ربنا كرمه وكرمنا. وبرده يعني الحمد لله على كل حاجه. واسيبك بقى الكابتن رضا. كلمه الكابتن رضا. رضا بنحبك يا رضا. رضا رضا تدلع رضا بالقميص رقم 12 النهارده، البطوله رقم 12 افريقيه واول بطوله افريقيه ليك مع النادي الاهلي. انا جيت سعيد بهذه البطوله. كنبغي نشكر اللعابه اللي كانوا رجاله في الملعب، كنبغي نشكر الجمهور العظيم ديال النادي الاهلي وفريق الاهلي، ان شاء الله مزيد من الالقاب. ويكوك اخويا كهربا مركز معاك قوي، يعني كهربا علمك النشيد الوطني لجمهوريه مصر العربيه، اكلك الاكلات المصريه، ايه حكايه كهربا معاك يا رضا؟ كهربا اخويا، بس هو شويه مجنون. مجنون شويه بس اخويا قلبه ابيض، راجل كويس والله. علمك بعض الاغاني الشعبيه؟ علمني كل حاجه. زي ايه طيب؟ بلادي بلادي النشيد الوطني ديال مصر. حبي وفؤادي. لك في حبي وفؤادي. رضا اكلك ايه ولا لسه ما اكلتش؟ اكلش حواشي. حواوشي. 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 فول مدمس. اكل. شفت الجمهور النهارده ازاي يا رضا؟ جمهور عالمي والله، احسن رقم واحد في افريقيا والله الجمهور. اشكرك يا رضا، ابوك ده واحد من اللعيبه. هذا ابني، هذا ابني. هذا ابني. انا عندي 24 سنه. انا 26. لا انت ابني والله، ابني هذا والله. بحبك ابني. اتكلم عربي. بحبك والله. احسن لاعب في مصر 2025 2026 كوكا. فكر. فين؟ في مصر. افراح النادي الاهلي مختلفه. الفرحه بتاعت الجماهير، فرحه بتاعت اللعيبه مختلفه تماما تماما تماما. يعني يا ريت كل يوم الجماهير الاهلاويه تفرح بالنادي الاهلي. كابتن اسامه شفنا الكابتن خالد بيبو كان بيتكلم من قلبه، وانت كان يعني قلت لي انا عايز اتكلم على الكابتن خالد بيبو بالذات. طبعا. زي ما باركنا لكل الناس اللعيبه والجهاز الطبي، ايضا مدير الكوره او رئيس جهاز الكوره كابتن خالد بيبو برضو بنبارك له. اكيد عمل جهد كبير، اتحط في ضغوط صعبه جدا بالذات لما النادي الاهلي بيخسر.
اتحط في ضغوط صعبة أكيد كان مستحملها. فبنقول له ألف ألف مبروك، أكيد بتبذل جهد كبير الفترة اللي فاتت، وطبيعة الحال الناس لما بتخسر بتدور على أي أسباب، وأيضا أكيد لما تكسب هتبتدي تحس بدور كل واحد. فأتمنى له كل التوفيق، مبروك خالد البطولة. وطبيعي انت في بداية شغلك هتواجه بعض المشاكل، بعض الإخفاقات، لكن أيضا هتقابل نجاحات كبيرة الناس هتحس بيها زي بطولة إفريقيا النهاردة. فألف مبروك لكابتن خالد بيبو وكل الجهاز وكل المنظومة يعني. صحيح. طيب نروح مرة أخرى للزميل فاروق صلاح ولقاء مع أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي. كوكا هي وقت فرحة ووقت سعادة، لكن أنا على المستوى الشخصي بقول لربنا يرحم الحاج نبيل. أنا عارف تعب قد إيه، وأكتر حد سعيد باللحظة ديت هو الحاج نبيل ربنا يرحمه. ماسك نفسي بقى سيب. مبروك مبروك لجمهور النادي الأهلي، ومبروك للاعيبة الرجالة، ومبروك لمجلس الإدارة. بطولة تعبنا فيها جدا بصراحة من بدايتها لحد النهاردة، كلمناها في ملعبنا في وسط جمهورنا بمكسب مهم، خلصنا الماتش من أول خمس دقايق. مبروك والحمد لله دي البطولة الثالثة ليا أفريقية، إن شاء الله المزيد اللي جاي يعني بإذن الله. كوكا ثقة مستر كولر في كوكا وحبه لكوكا، واحد من اللعيبة اللي بيثق فيها، ومش سهل إن اللاعب ياخد ثقة المدير الفني. في الأول في الآخر الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، مش أنا بس، كلنا. فالواحد بيحاول يجتهد لحد أكيد بتحاول تاخد ثقة المدير الفني، لأن دي شبه أهم حاجة عشان تقدر تكون موجود. فالحمد لله الواحد بيحاول يعمل اللي عليه عشان يكون موجود. ومبروك للرجالة النهاردة قاموا بالواجب يعني، الحمد لله. البطولة دي تهديها لمين؟ وتقول إيه للجمهور العظيم النهاردة؟ البطولة دي طبعا بهديها لوالدي. انا جيت قبل المعسكر بيوم، رحت وقعدت بيها السلية كابتان وده، وقعدت بيها. ان شاء الله بكره اروح له كمان بالذهب. ابو ليلى طبعا غاب عن النهائي لكن موجود معانا دايما، يعني هو موجود في كل نهائي بيسيب لنا بصمه بالقمر دي. فمبروك يعني، خلي بالك يا كابتن مبروك لابو ليلى. كنا مفتقدينه بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله يكون موجود في اللي جاي. الواحد بيتعلم منه، لعيب كبير دايما في الحاجات الادوار النهائيه دي بيكون بيسيب بصمه. فلعيب كبير الواحد بيتعلم منه، وربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. تفيد دايما لعيب لازم يتقدم بتقديم خاص. عمرو السولية واحد من اهم اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي في مركز خط الوسط، انجازات بطولات تحدث ولا حرج. الجمهور دايما ينادي له يقول ابو ليلى. كابتن عمرو مليون مبروك، بطوله بتضاف. خلي بالك ليلى مركزه مع الكلام، ربنا يحفظها لك يا رب. بطوله بتضاف لانجازاتك، تاريخك مع النادي الاهلي. كان صعب الجمهور ده يروح زعلان النهارده يا كابتن عمرو؟ الحمد لله طبعا، يعني انت زي ما قلت الجمهور كان زي جوه المدرجات، وفي جمهور اكتر منهم بره المدرجات كان نفسهم يدخلوا. طبعا الناس دي ما كانش ينفع تروح زعلانه. جمهور النادي الاهلي طبعا في كل الاوقات هو الداعم والسند لينا، لازم يفرحوا، وما بيشبعوش بطولات واحنا كمان ما بنشبعش بطولات. الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله، والحمد لله ان شاء الله مزيد من البطولات الفتره الجايه. كابتن عمرو النهارده الاهلي بيحقق ارقام قياسيه كتير. الشناوي بيبقى اول حارس مرمى في تاريخ افريقيا يرفع البطوله اربع مرات. النادي الاهلي بياخد البطوله وما دخلش في مرماه غير هدف واحد. انجازات، انتوا جيل تاريخي للنادي الاهلي. الناس اتكلمت على الجيل التاريخي، جيل ابو تريكه وبركات، لكن انتوا اصبحتم جيل تاريخي من اهم الاجيال في تاريخ الكره الافريقيه. كل جيل طبعا ليه ظروفه وليه وقته. الجيل اللي قبل كده عمل انجازات وبطولات، واحنا عملنا ارقام وكسرنا ارقام وبطولات، عملنا بطولات كتير وانجازات. يعني الناس ما تحاولش ان هي تقارن بين جيل وجيل، لا، الجيل ده ليه كل الاحترام. احنا جيل يعني عملنا حاجات كتير جدا، وكنا في كل الاوقات الصعبه موجودين، وشرفنا النادي الاهلي وشرفنا جمهور النادي الاهلي. فانا بشكر الجيل ده، بشكر اللعيبه كلها من اصغر لعيب لاكبر لعيب. لعيبه جديده، في لعيبه معاها اربع بطولات واكتر، وفي لعيبه لسه اول بطوله ليها. الحمد لله طبعا، يعني الجيل ده زي ما انت قول عملوا انجاز تاريخي. اتمنى من الناس ان هي ما تبداش تقارن، والناس تدي الناس دي حقها، لان الناس دي تعبت بجد وبتتعب. ليلى وش السعد دايما. انا عايز اسال ليلى، عايزه تقولي لبابي ايه النهارده؟ اكيد انت مبسوطه ان احنا خدنا البطوله النهارده يا ليلى. تقولي ايه لبابي؟
مبروك على الكاس اللي هو اخده والميداليات، وانا فرحانه اصلا اول ما هو بيكسب بقى فرحان قوي، بفضل قاعده بتفرج عليه ومش بتكلم خالص عشان لازم اتفرج عليه واشوف هو بيلعب ازاي، واشوف واقعد اشجعه واقول يا رب يجيب اجوان ويا رب يعمل كذا، ويعني كل حاجه عمري يعملها. ربنا يحميك يا ليلى، انت زي القمر يا ليلى. كابتن عمر ربنا يحفظها لك ويحميها لك، ومستنيين منكم كتير يا كابتن عمر. ربنا يجعل ايامنا كلها افراح. بمناسبه الارقام اتكلم برضو على ارقام مستر كوره. مستر كولر السنه دي من ساعه ما مسك النادي الاهلي ومكمل لحد دلوقتي جايب 8 بطولات، 3 سوبر محلي، 2 ابطال افريقيا، والاثنين ابطال افريقيا ورا بعض، وكده بيعادل الرقم مستر مانويل جوزيه ورقم مستر بيسو موسيماني. 2 كاس مصر، 1 دوري محلي، عدد البطولات 8 بطولات في مده قصيره جدا جدا جدا، عشان اللي بيتكلموا وبيقعدوا ينتقدوا، ولكن انت في الاخر خالص هو الراجل اللي دي وجهه نظر معينه، ليه رؤيه معينه، لما تيجي تتكلم بقى على ارقام وتتكلم على بطولات هتلاقي انجازات وارقام قياسيه في وقت قصير لمستر كولر. تعالوا نروح مره تانية لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي والكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. كابتن من الكباتن التاريخيين في النادي الاهلي، النهارده بيكسر رقم الصخره وائل جمعه، كابتن رامي ربيعه مليون مبروك. الصخره هيزعل خلي بالك. لا لا ده حبيبي وعشره عمر وشخصيه محترمه بنتعلم منها، وعلى طول بيتكلم معايا، على طول بيقول لي على اخطائي على مميزاتي، فلا شخصيه محترمه جدا انا بحبه جدا حبيبي. رامي البطوله دي بالنسبه لك بتفاصيلها بكواليسها بطوله مختلفه، لو هتختار واحد من افضل اللاعبين ثباتا للمستوى في هذه البطوله رقم واحد هتحط رامي ربيعه. انت خدت البطوله عشان كلنا مع بعض، كلنا جروب مع بعض، الاهلي عمره ما كان لعيب الاوحد، زي ما انت شايف رامي مش موجود غيره هيلعب، مين مش موجود غيره هيلعب، كلنا بنادي وكلنا عارفين واجباتنا وكلنا عارفين اللي علينا، كلنا بنعمل اللي علينا، ما فيش حاجه في الاهلي اسمها رامي كسب، لا بالعكس هم بمساعده زمايلي وبمساعده ان هم دايما جنبي، انما الواحد ما بيركزش خالص مع الناس، اهم حاجه مركز مع مدرب ومركز مع زمايلي، ده اللي بيخليني انجح وده اللي بيخليني انا ابقى مركز في شغلي بس. يعني رامي عمل رقم قياسي بالبطوله دي، اول لاعب في تاريخ افريقيا يلعب 6 نهائي دوري ابطال افريقيا، رقم اعتقد صعب ان هو يتكسر او يتحقق تاني يا رامي. لا ده لسه كمان ان شاء الله، لسه احنا اللي يقعد في الاهلي يشوف بطولات ويشوف خير ويشوف عز ويشوف كل حاجه، فالاهلي ماشي اخويا. فالحمد لله الحمد لله 6 من 12، يعني العلامة الكاملة لسه إن شاء الله 7 بإذن الله نفكر فيها، فربنا يكرم إن شاء الله، ومبروك لجمهور النادي الأهلي، وبحب أقول له ألف سلامة على علي معلول، كان موجود معانا وقلبه معانا وروحه وعمل لنا فيديو قبل الماتش، فأتمنى يرجع بالسلامة، وكابتن سامي اللي وعدني وقال لي قبل الماتش أجيب جون، يعني قال لي بس التايمينج بتاع الحركة، فما شاء الله بصراحة كابتن سامي الوحيد اللي قال لي قبل الماتش هتجيب جون وركز في التايمينج، فعلا اتحركت صح ورحت، سبحان الله التوفيق ربنا، وهو ما شاء الله ليه رؤية، يعني ما شاء الله عليه كابتن سامي بصراحة. شكرك يا كابتن رامي. لازم تقدمه بشكل تاني وب يعني بأسلوب مختلف. كابتن سامي قمصان واحد من أخلص الناس، وكلمة أخلص الناس دي قول فيها كتير جوه الجهاز الفني للنادي الأهلي. مستر كولر في مرة في التصريح من التصريحات قال أنا استمعت لآراء سامي قمصان. كابتن سامي مليون مبروك، انت شاهد على زمن تاريخي وعصر تاريخي للنادي الاهلي، مليون مبروك على البطوله الافريقيه كابتن سامي. اولا مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم النهارده، انا شايف النادي جمهور النادي الاهلي عمل ملحمه كبيره جدا، يعني يمكن الاستاد مقفول من الساعه 2 والناس اللي بره واحنا داخلين المباراه اكتر من الناس اللي جوه، يعني دي حاجه كبيره جدا وحاجه متعودين عليها وبتحملنا مسؤوليه كبيره، يا رب دايما نقدر نساعدهم، نقدر نخليهم دايما رقم واحد زي ما كل الناس في المنظومه يهمها ده. بشكر طبعا مجلس اداره ولجنه التخطيط، الجهاز الفني واداري والطبي، العمال، الجهاز الاداري، كل الناس اللي اخلصت، المنظومه الاعلاميه اللي موجوده في ظهرنا دايما في الاوقات الصعبه،
اللعيبه المخلصه جدا وعملت اعتقد ان هو الحمد لله كتبوا لنفسهم من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، بيكملوا تعب واخلاص الناس اللي كانت قبل كده. فالحمد لله الواحد النهارده من اسعد الايام في حياتي الحمد لله. اتمنى ان شاء الله مزيد من البطولات كمان ان شاء الله. كابتن سامي ما بيتكلمش كتير وما بيظهرش كتير، دورك كفرد ضمن الجهاز الفني، لكن في لعيبه بتطلع تتكلم على جانب تخصصي شويه الكابتن سامي قمصان، نصايح من الكابتن سامي قمصان بتتحقق في ارض الملعب، المسافه والمساحه اللي بينك وبين اللعيبه هي سر من اسرار نجاح النادي الاهلي. الحمد لله زي ما انت قلت الواحد دايما بيخلص، والاخلاص ده دايما مكافئته من عند ربنا الحمد لله. يعني الواحد بيحاول اللي هو يتعب ويخلص في شغله يقدر يحاول يساعد الجهاز الفني واللعيبه على قد ما اقدر، على قد الخبرات اللي انا خدتها من كل الناس اللي موجوده. فالحمد لله بشكر ربنا واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. عايز اقول لك على رقم قياسي النادي الاهلي بيحققه بالبطوله دي، بطوله افريقيا ابتدت 1964، احنا 2024 لاول مره في تاريخ افريقيا فريق ياخد البطوله وما دخلش في مرماه غير هدف واحد هو النادي الاهلي. الحمد لله، وده بيثبت ان دايما النادي الاهلي هو الرقم واحد، الرقم الصعب زي ما بيقولوا يعني. ان شاء الله طمعانين في حاجه اكتر واكتر ان شاء الله للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله تكون ليله جميله علينا عليهم ان شاء الله. وبرضه لسه بنعيش اجواء الفرحه، ونروح لزميلنا فاروق صلاح مره ثانيه ولقاء مع ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي. ياسر مليون مبروك، بطوله افريقيه، بطوله بتضاف في تاريخك، حمد لله على سلامتك يا كابتن ياسر. حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي، تسلم لي. الحمد لله طبعا على النهارده المكسب والبطوله، فطبعا ده ببارك لجمهور النادي الاهلي كله واللعيبه والاداره والجمهور، يعني الواحد مبسوط جدا بصراحه. دي البطوله الرابعه، فربنا يديمها يا رب في حياتنا نعمه. هو ده النادي الاهلي يا جماعه اللي كان مستني ان هو يقع، ده النادي الاهلي دايما بيركز في قوي حاجه بيدخلها وبياخدها على طول، فالحمد لله يا رب كده مزيد من البطولات ان شاء الله. ياسر شايف حب الجمهور لياسر ابراهيم ازاي؟ الناس او المحللين لما بيتكلموا على ياسر ابراهيم بيقول اللعيب اللي تجيبه من البيت تحطه في الملعب هيأدي، هيكون راجل في اي وقت. ده طبعا ثقة الجمهور في الواحد بتطمنه طبعا، والواحد بيبقى نازل بيبقى عايز يحط كل اللي عنده في الملعب عشان خاطر يبقى على قد الثقة والمسؤولية دي. فطبعا الحمد لله على الثقة اللي هم بيديها له دي دايما، ودايما يا رب معانا كده وفي ظهرنا في اي مكان بنروح، ومزيد من البطولات باذن الله. لكن مالك عايز تقول ايه لبابي النهارده؟ ألف مبروك. أنت بقى عايز تطلع لعيب كورة ولا عايز تطلع يقول لي؟ لعيب كورة. طيب عايز تطلع زي مين من لعيبة النادي الأهلي؟ كابتن ياسر ولا مين أكتر لعيب أنت بتحبه؟ بابا أكيد. بابا؟ يعني هتلعب مدافع. طب وبالنسبة لكهربا؟ حبيبك؟ زي بابا يعني. زي بابا برضه يا مالك؟ ربنا يحفظهولك يا كابتن ياسر، ومليون مبروك يا كابتن ياسر. الله يبارك فيك، تسلم. وما زلنا برضه بنعيش أجواء الفرحة مع رجالة النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي دول على فكرة عايزين نتكلم على ارقام، واحنا هنجيب ارقام، والجيل ده صنع، مش عايز اقول صنع، تاريخ ليه اولا، وجزء من بطولات النادي الاهلي في وقت قصير جدا. يمكن كان في وقت من الاوقات كان عليهم هجوم في بعض الاوقات شديد، ولكن تعودنا دايما في النادي الاهلي ان محدش بيتكلم، لو حد بيتكلم يرد في الملعب، وده اللي بيحصل في النادي الاهلي. لا بنشوف حاجات على السوشيال ميديا، ولا بنشوف لعيب بيتطاول على حد، ولا نشوف لعيب بيقول انجازاته، كلها في صالح النادي الاهلي. فلما نيجي نتكلم عن ارقام الجيل ده من اللاعبين، ارقام قياسيه عشان بس كل واحد ياخد حقه، ارقام قياسيه. تعالوا نروح للزميل فاروق صلاح مره اخرى ولقاء مع كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي. مستمرين مع حضراتكم، واحد من الجنود مش هقول المجهوله، مفيش وقت من الاوقات هتحتاجه الا وتلاقيه باك رايت موجود، باك شمال موجود، جناح موجود، والله لو احتجتوا حارس مرمى هتلاقيه كريم فؤاد. كريم مليون مبروك، مليون مبروك على تعرف تصد. خلي بالك انت كده هتقطع المسافات ما بينك وبين الشناوي وشوبير. ماليش دعوه انا بالقصه دي بره عني. الله يبارك فيك يا رؤى، والله الحمد لله يعني فوز صعب، والحمد لله ان احنا توجنا. الله يبارك فيك يا اخويا، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ياسين تعالى ياسين. ياسين 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 ياسين
دور ياسين دور مهم جدا وجزء لا يتجزأ من نجاح منظومة النادي الأهلي. ياسين اشتغلت على تفاصيل كتير جدا في المباراتين دي. لا ياسين فاز. فهمتي مبروك كولا تمام. ها قولش حاجة كريم، اعتقد بطولة صعبة فيها تفاصيل كتير، لكن انتوا كنتوا رجالة وكان صعب ان روح الجمهور ده زعلان. اكيد طبعا كان ماتش صعب جدا والبطولة كانت صعبة وكان فيها تفاصيل كتيرة من سفريات كتير، بيحصل ظروف في وقت السفر، ماتشات صعبة، أجواء صعبة، بس الحمد لله ربنا كفينا بالبطولة في الآخر والحمد لله. يعني احنا تعبنا ونستحق ده، يعني ونستحق ان احنا ناخد بطولة على أرضنا في وسط جمهورنا. بصراحة على المستوى الشخصي كولر بيثق في كريم فؤاد، لعيب بحتاجك كجناح بليك موجود كباك رايت، راهن عليك في مباراة الذهاب وراهن عليك في مباراة العودة. والله الحمد لله ثقة المدرب دي حاجة يعني كبيرة جدا بالنسبة لي، والحمد لله يعني ان انا انزل في ماتش صعب زي الترجي هناك في ملعبهم، كان ظروف صعبة بس الحمد لله كنا قدها وربنا كرمنا، ونتمنى الشفاء لعلي معلول، ربنا يرجع لنا بالسلامة ان شاء الله. اشكرك يا كريم، وعايز تقول ايه الاكرم اللي خد رجل المباراة النهاردة؟ ما شاء الله ربنا يحميه، وحش كالعادة، ربنا يحميه يا رب ويبعد عنه العين ويبعد عنه اي اصابة يا رب، ربنا يبارك لنا فيه. شكرك يا كريم. ارقام كتير بحققها النادي الاهلي، ولو كلمنا عن اخر 5 مشاركات في البطولة الافريقية، اخر 5 نسخ النادي الاهلي فاز بالبطولة 4 مرات، في انجاز ما حققوش حد قبل النادي الاهلي. لو اتكلمنا عن الانجازات والارقام حتى في البطوله الافريقيه عايزين حلقات وحلقات. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم وفرحتنا مع نجومنا الكبار وجماهيرنا العظيمه بعد الفاصل، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، طبعا كل واحد ياخد حقه في منظومه النادي الاهلي، منظومه قلما تجدها في اي حته تانية في مصر وفي افريقيا، وتضاهي بعض الانديه العالميه. كل واحد بيشتغل لمصلحه النادي، لمصلحه الكيان، قلناها كتير ومش هنزهق، وكل واحد عارف دوره كويس قوي قوي قوي، كل واحد بينفذ دوره بس، وكل واحد بيعمل الحاجة اللي هو مختص بيها وما بيظهرش في الصورة. يعني لما تتكلموا على منظومة النادي الأهلي ما تلاقيش حد باين في الصورة، ما فيش حد بيطلع يتكلم عن نفسه، ما فيش حد بيطلع يقول أنا عملت كذا وكذا وكذا، مش موجودة عندنا خالص في النادي الأهلي. ليه؟ لأن الكل بيشتغل علشان النادي الاهلي في الاخر، عشان خاطر الكيان، وبيشتغل وهو مش عايز حاجه من النادي الاهلي، زي جمهورنا العظيم ده. جمهورنا العظيم مش عايز حاجه خالص من النادي الاهلي، ويقدم روحه فدا النادي الاهلي عشان خاطر بس النادي الاهلي يكسب بس. فالمنظومه جوه النادي الاهلي منظومه مختلفه تماما، مع احترامي لجميع الانديه. تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح مرة تانية، ولقاء مع محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي. كل مشاهدينا ومشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، على المستوى الشخصي أنا بحب محمد مجدي أفشة، واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي. أفشة دايما في كلامه وهو بيتكلم معانا بيبقى فرحته كلها الجمهور، بيتكلم على الجمهور، مش على مجدي شخصي ولا مجدي للمجموعة، لا عايز افرح الجمهور. فرحت الجمهور النهارده يا قفشه، مليون مبروك على البطوله، كان نفسي كره العارضه تيجي جون النهارده. الحمد لله طبعا على البطوله، وببارك لكل الناس المحترمه والجماهير الغلبانه، الجماهير الطيبه دي كلها بتاع النادي الاهلي اللي كانت في المدرجات، والجماهير الاهلي كلها اللي في مصر كلها. الحمد لله بطوله مهمه. كنت خايف من الماتش ان الاجواء بتاع الماتش ما كانتش احسن حاجه في قلب الملعب، لكن هي دي النهائيات، انت لازم تلعب على المكسب، مش مهم تلعب اداء كويس بس اهم حاجه تكسب، وهو ده النادي الاهلي متعود على البطولات ومتعود على التاريخ. وطول ما انت بتلعب في الاهلي هفضل اقولها مدى الحياه، انت في نعمه استغلها، اعمل تاريخ، اعمل اسم، خلي جمهور الاهلي كله يسقف لك، جمهور الاهلي كله يهتف باسمك، دي هتفضل للذكرى وهتفضل للتاريخ مدى الحياه. هو ده اللي انا بحبه في النادي الاهلي، وهو ده اللي انا ان شاء الله هعمله في النادي الاهلي.
قفشه ليك ذكريات، وربنا ما بيكرمش اي انسان بالذكريات دي باللقطات دي، عشان قفشه من جواه ابيض مع اللعيبه مع الجمهور. قفشه عايز يعمل كل حاجه، عايز يلعب 90 دقيقه عشان يفرح الجمهور، عايز يجيب كل البطولات عشان يفرح الجمهور. قبل ما بتتكلم على مجد شخصي ليك يا قفشه، والله يا رؤى بص يعني الحمد لله انا بتعب وبعمل اللي عليا. انا الحمد لله من الناس اللي يعني في حاجات مش هينفع انا اللي اقولها على نفسي، المفروض الناس اللي تقولها، لكن انا الحمد لله من الناس الملتزمه جدا في شغلي. انا برضو يعني لما الناس تقول عليا افضل ما انا اقول، لكن طبعا الناس بره ما بتبقاش شايفه، الناس اللي جوه النادي اللي بتبقى عارفه كل حاجه. اقسم بالله انا بعمل اللي عليا، بتعب الحاجات بقى اللي هي بتاع اللقطات اللي ربنا بيكرمك والحاجات دي كلها. بص دي بترجع لاول والاخر وبعد ربنا سبحانه وتعالى، اهلك وامك وابوك، فهم اكيد بيدعوا لي اكيد، والناس كتير بتدعي لي الحمد لله. انا ببقى مبسوط بالحاجات دي طبعا. النهارده كره العارضه دي يعني الحمد كان نفسي تيجي جون بصراحه، انا كان نفسي اجيب جون لكن ربنا ما قررش. الحمد لله ربنا بيشيل لي في حاجات تانية احسن بكتير الحمد لله. النهارده اهم حاجه زي ما قلت لك على المكسب، وانا شخصيا مبسوط. معايا 15 بطوله في نادي الاهلي في 5 سنين، معايا 4 افريقيا، عملت تاريخ من فتره قلت اللي احنا نرجع جيل وائل جمعه والكابتن ابو تريكه والناس دي كلها، احنا عديناه بمراحل كتير. لكن انا بتكلم على شخصيته وبتكلم عن نفسي، انا مش بعتش، انا لسه 28 سنه، انا عايز بطولات، انا عايز تاريخ، عايز اخد بطولات كتير جدا، عايز احقق حاجات ما حدش عملها، عايز اجيب اهداف ما حدش جابها، عايز اعمل كل ده. وانا دايما جعان، عمري ما في يوم من الايام قلت خلاص انا شبعت او بتاع زي ما الناس ممكن تقول في احيانا في لحظات، لكن الحمد لله دايما الرد يبقى في الملعب ومش على اي حد، وفي السوشيال ميديا والكلام ده كله رد دايما هيفضل في الملعب. مالك وش السعد عليك النهارده؟ لا مالك ابني اول مره يجي الاستاد الحمد لله كان نفسي اجيب جون عشانه، بس يلا ربنا مش رايد وان شاء الله مره ثانيه اجيب جون عشانه بقى. مليون مبروك يا قفشه ومستنيين منكم الدوري ان شاء الله. خليك يا حبيبي، شكرا. اللقاء رقم 101 لمستر كولر مع النادي الاهلي، ده عدد اجمالي المباريات. حقق بفوز النهارده 69 فوز، و حقق 22 تعادل و 10 هزائم فقط. طبعا احنا ما بنحبش الهزيمة، ولكن هو ارقامه مميزة مع النادي الاهلي، وده اللي انا كنت بتكلم عليه يا كابتن شريف. لما انا قلت لك كابتن شريف انا عايز اكلمك على مش رايح مشوار تاني. ارقام مستر كولر. مستر كولر او موسيماني او جوزيه او كل الاجانب اللي جم مصر والكلامين ده، الحقيقه انا هرجع لحاجه اسمها اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي بتوفر لاي حد بيبقى موجود، اذا كان مصري اجنبي او اي حد، جميع السبل والقوانين للنجاح بتقدمها له، وبتوريه اللي قبل منه كان عامل ازاي، وشكل البطولات كان شكلها ازاي، والنادي ده ماشي على مسيره ووتيره حتى بمدير الكره، يعني بيبقى الرقم واحد او العامل المساعد الاول بالنسبه للمدرب الاجنبي والتعارف. نعم هو المدرب بيجي بالجهاز بتاعه وكل حاجه، ولكن بيكون عندنا برضو بعض المصريين من المدربين الاكفاء موجودين ضمن الجهاز، وده بيعمل حاله تقارب. يعني هو مش بعمل الكلام ده كله غير ان انا عايز اقول ان اي مدرب بيمسك اي فرقه كبيره او اي مدرب في العالم بيمسك اي حد، الاداره هي اللي بتبقى موفره له حاجات كتير قوي، موفره له سكاوتين جامد جدا من اللاعبين، موفره له الراحه وعدم البوشنج او عدم المحاسبه اليوميه. يعني انت عارف في حسابات يوميه في حتت فرقه، تبقى انت لسه جاي ماسك مثلا مانشستر يونايتد وتغلب اول ماتش، يبتدي عليك الكويشن مارك يتعمل ويتعمل عليك. لا احنا بندي الكلام والحسابات والنتائج ده في اخر السيزون خالص. فالحقيقه اداره بتبقى مريحه جدا لاي حد يعمل مع النادي الاهلي، مع مؤسسه زي دي. اعتقد ان من 80-90% النجاح بيبقى مضمون. صحيح. فاذا كان هو انجز فاعتقد ان الانجاز بيرجع بالنسبه لنا للإدارة اللي بتوفر له جميع سبل النجاح. طيب تعالوا نروح مرة تانية نعيش أجواء الفرحة مع نجومنا الكبار، ولقاء من فاروق صلاح مع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي. الرجولة يعني دايما بنقول قلب الشجاع أكرم توفيق، رجل المباراة ورجل مباريات كتير جدا. أكرم توفيق اللي عمل احتفال مهم جدا وقال للجمهور انا لما بقع انتوا اللي بتوقفوني. اكرم مليون مبروك، مليون مبروك على رجولتك وعلى جدعنتك.
مليون مبروك على كل يعني حبه عرق انت بتتعب فيها عشان تفرح الجمهور العظيم ده. اكرم حبيبه رؤى ما تحرمش منك، شكرا على الكلام الجميل ده. الجمهور مهما اتكلمنا عنه والله مش كلام مش هنوفيه حقه، يعني النهارده من اول دقيقه لاخر دقيقه بيموت نفسه عشان خاطرنا، تحس ان هم بصوتهم ده الواحد مهما تعب في الملعب برضه الطاقه بتتجدد له تاني عشان خاطر ما ينفعش الناس تروح زعلانه، والحمد لله ان احنا قدرنا نفرحهم. يعني اكرم البطوله دي كانت صعبه، وعلى المستوى الشخصي انت خلينا نتكلم بقى باخد راحتي، اكرم جه من بعيد واثبت انه لعيب كبير، واحنا كلنا عارفين ان اكرم لعيب كبير. لا هو مش مساله اكرم لعيب كبير او صغير، هي الفكره ان الواحد بيتعب وبيسيبها على ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى كلل تعب الواحد. ويعني تعبت انا في سنتين من اصابه ومن تعب في التمرين وعايز ارجع تاني، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اداها لي يعني في الوقت اللي انا نفسي ما كنتش مصدقها يعني، فالحمد لله. اكرم على الطياره في رحله من الرحلات قلت لك الخير جاي، وانت قلت لي انا عندي امل كبير جدا في ربنا، ورجعت للحته اللي انت بتحبها خط النص اكرم. بص انا اقول لك على حاجه، هي الاول في الاول وفي الاخر برضو هي بتاعت ربنا. انا عايز اقول لك على حاجه، كنت مركز انا في الباك رايت تمام، يمكن دماغي ما كانتش شغاله بس الراجل كان شايف حاجه تانية وطلعت في الاخر يعني الحمد لله هو عنده حق فيها. لما ركزت في نص الملعب الدنيا الحمد لله اختلفت، طبعا بمساعده اللعيبه الكبار اللي جنبي ايا كان، كلهم لعيبه كبار والحمد لله، يعني مزيد من البطولات ومش هتبقى اخر بطوله يعني. الجمهور وهو بيصنفكم كجيل تاريخي، مش هقول يعني من الاجيال التاريخيه في تاريخ افريقيا، لا في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ افريقيا، الناس بتتكلم على جيل ابو تريكه، انتوا اصبحتوا جيل من اهم الاجيال التاريخيه في تاريخ الكره الافريقيه. بص انا اقول لك على حاجه، انت كده هتزنقني وانا مش عارف ارد، بس هم جيل كانوا بيموتوا نفسهم وكان عندهم انكار ذات، لما احنا بقينا فينا الحته دي قدرنا ان احنا مش هقول لك نعديهم والحاجات دي لا، بس في الاخر اتعبنا في الملعب وربنا سبحانه وتعالى كلل تعبنا في الاخر، واتمنى كده ان شاء الله ان كلنا نبقى عندنا انكار ذات في الايام اللي جايه. انت عارف بعد البطوله الافريقيه مثلا تيجي بعدها بماتش لو الدنيا مش احسن حاجه النادي عايز دايما تكسب والناس كلها بتقدر ده وكل حاجه، بس انت في نادي بطولات ونادي يستحق انك تموت نفسك عشانه وعشان خاطر جمهوره. وببارك لوالدتي كانت في الحج ودعت لي واخواتي ويا رب. كلمته النهارده ولا ما كلمتوش؟ هو كلمني والله بس انا ما سمعتوش، بس هو قلب ابوه يعني قلب ابوه. ربنا يحفظه لك، واحنا مستنيين منك الاحتفال الشهير يا اكرم. شوف حب كريم فؤاد هي ما شاء الله فين؟ هو ما تعالى تعالى كده. بس زي ما قلت لك الحمد لله ان احنا قدرنا نفرح الناس وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. اكرم بتحلم بايه؟ مش عارف والله بجد مش عارف. كاس عالم انديه في امريكا هقول لك على حاجه. كل واحد بيبقى جواه حلم فبيسعى ليه ايا كان بقى الظروف اللي بيقابلها، بس هي سيبها على الله، اعمل اللي عليك وسيبها على الله وخلي عندك هدف وان شاء الله توصل له، مهما وقعت هتقوم تاني. ده اللي انا اتعلمته في الاصابتين. ممكن الناس ما كانتش عاجبه يعني اكرم ما كانش احسن حاجه بالنسبه للناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى له اراء ثانيه ايا كان الناس اللي بتتكلم او تقول او تعيد. يا جماعه هو يوم ليك ويوم عليك، زي اي واحد بيغلط واي واحد بيرجع تاني يبقى كويس، بس اهم حاجه تفضل تسعى وتسيبها لله. ربنا يكرمك ويخلي كل الالهي الايام ليك يا اكرم. حبيبي ربنا يخليك يا رؤى. طيب نرجع تاني لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. مليون مبروك لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، البطوله الافريقيه رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي تضاف الى سجل النادي الاهلي. معي في هذه الاثناء كابتن وقائد النادي الاهلي القيمه والقامه كابتن محمد الشناوي، اللي النهارده بيعمل رقمين قياسيين يعني اول مره يحصلوا في تاريخ النادي الاهلي. اول كابتن في تاريخ النادي الاهلي يرفع دوري ابطال افريقيا 4 مرات، واول حارس سواء في الكره المصريه او في الكره الافريقيه يحصل على دوري ابطال افريقيا 4 مرات. مليون مبروك يا كابتن شناوي، اعتقد رقمين قياسيين بيسجلوا للقيمه والقامه لكابتن محمد الشناوي.
الحمد لله طبعا، يعني طبعا اهم حاجه ابارك طبعا للاداره وببارك للعيبه وببارك للجمهور اللي جه النهارده عشان ناخد ال 12. طبعا انت بتقول النهارده اللي انا بالنسبه لي دي رابع بطوله ليا ارفعها، بالنسبه لي رقم قياسي ليا، مش ليا لوحدي، لا للفرقه ديت. الفرقه دي هي اللي عملت التاريخ، المجموعه ديت، الجيل ده عمل تاريخ كبير جدا. النهارده خمس مره على التوالي نهائي، النهارده واصل، النهارده واخد ال 12. انا بقالي هنا في النادي 8 سنين، واصل 6 افريقيا نهائي الحمد لله، واخد منهم 4. لولا اللي انا اكون في النادي الاهلي، ونادي الاهلي في ظهري والجمهور واللعيبه ديت، اللعيبه ده عمل تاريخ، اللعيبه لازم تفتخر بنفسها، عشان الجيل ده بجد 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 عمل تاريخ لنفسه، وعملت وحاطط اسمه زي ما بيقولوا من ذهب. انا بقول لكم الف مبروك، وبقول لهم ان شاء الله ان شاء الله ناخد البطولات اللي جايه، نفرح الفتره ديت، ونقعد نفرح ونرقص زي ما بيقولوا، والجمهور يفرح يفتخر بالجيل ده. لازم الجمهور يفتخر بالجيل ده اللي احنا الحمد لله كل البطولات اللي بنخش فيها الحمد لله الحمد لله 90% بناخدها. وبقول الف الف مبروك للجيل ده. هي ليله الارقام القياسيه، بطوله دوري ابطال افريقيا ابتدت 1964، احنا في 2024 لاول مره في تاريخ افريقيا فريق يوصل للمباراه النهائيه وياخد البطوله وما دخلش في مرماه غير هدف وحيد، امر بيحسب لحراسه مرمى النادي الاهلي كابتن شناوي شوبير وخط دفاع النادي الاهلي. اكيد 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 طبعا، يعني عاملين تاريخ طبعا، وعاملين ارقام كويسه جدا اللي احنا ناخد البطوله بجون واحد بس. الحمد لله ما انا جالي الاصابه في ولاد النادي الاهلي، في شوبير، في مصطفى مخلوف، في حمزه، في زنفولي دلوقتي موجود، كل اللي موجودين حتى اللي جوه الناشئين، انا بقول لهم الف مبروك. وبالنسبه لي شوبير هو اخ صغير ليا، وانا اكتر واحد اتبسط له ان هو بالمستوى ده، اللي احنا في الاول وفي الاخر بنلعب بحاجه اسمها النادي الاهلي. النادي الاهلي اهم حاجه، هو قدامنا بيبقى قدامنا على طول باصين اللي هو قدامنا النادي الاهلي، ومصلحه النادي الاهلي اهم من اي حد. كبير يا كابتن شناوي، عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا. في المؤتمر الصحفي بالامس قلت كلمه سيستم النادي الاهلي 3 مرات، قلتها. انا دخلت النادي الاهلي وانا صغير عارف سيستم النادي الاهلي، اللاعب الجديد اللي دخل على النادي الاهلي عارف سيستم النادي الاهلي، واحنا موجودين كلنا عارفين سيستم النادي الاهلي. كلمه دي كبيره قوي، مش مجرد كلمه بتتقال. اكيد طبعا، في كل المؤتمرات اللي انا بطلع فيها وبتكلم فيها سيستم النادي الاهلي هو بالنسبه له البطوله. يعني ايه اي بطوله بنخشها بالنسبه لنا تبقى هي ناخدها، لو ما خدناهاش زي ما بقول اكننا خسرنا البطوله، بنبقى الاخير. هو انت لو خدت البطوله انت رقم واحد، ما خدتش البطوله الثاني الثالث الرابع كله زي بعضه زي ما توصل للاخير. عشان كده السيستم، اي حد لعيب جديد بيجي واللعيبه اللي موجوده دي عارفه يعني ايه السيستم، وعارفه يعني ايه اللي احنا كلنا ايد واحده وقلب واحد، واهم حاجه عارفين ان البطوله بالنسبه لنا هي البطوله اللي احنا ناخدها، عشان في الاخر لو ما خدناهاش كلنا بنزعل، وبنزعل جمهورنا، الجمهور اللي ورانا. واللعيبه دي بصراحه جيل محترم، وجيل لازم النادي كله والجمهور كله يفتخر بيه. مليون مبروك يا كابتن مصر، ومستنيين منكم كتير ان شاء الله. الله، شكرا. نروح نفرح مره ثانيه مع زميلنا فاروق صلاح، ولقاء مع كهربا لاعب النادي الاهلي. البطولة والبطولة الأفريقية دايما ليها طابع خاص. مليون مبروك يا كهربا، إنجاز كبير وبتكلموا مجهود، يعني تعب سنين، وأنتوا جيل تاريخي للنادي الأهلي. 5 نهائي بناخد 4، أعتقد أرقام قياسية. كهربا واحد من ولاد النادي الأهلي، بتعيش لحظات ما عشتهاش في حياتك الكروية يا كهربا. بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد ربنا واشكره. طبيعي طبعا، انت عارف احتفالاتي بالبطوله لازم النضاره الجميله عشان ما بقاش شايف حد خالص. فبحمد ربنا ان على البطوله الرابعه ليا شخصيا، والرابعه ان انا لعبت 4 نهائيات، يمكن ما لعبتش 5، ده كنت محترف عشان انت عارف انا وش السعد. فالحمد لله لعبت 4 نهائيات مع النادي الاهلي، خدت ال4 نهائيات الحمد لله. بشكر ربنا وبشكر عائلتي الداعم الاول والاخير، وبشكر جمهور النادي الاهلي اللي دايما في ظهري طول العمر. مؤمن زكريا بنسجل معاه في ماتش ناشئين، الاقرب اللاعبين لقلب كهربا، واكتر لعيب بيشبه ستايل مؤمن زكريا هو محمود عبد المنعم كهربا. طبعا ابنه مالك يقول لك كهربا كان معايا دلوقتي. مؤمن زكريا لعيب كبير قوي، وربنا طبعا يشفيه، وان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله. وده اخويا، وكان احنا اتربينا مع بعض، وممكن هو بالنسبه لي قدوه، وكان لعيب كبير قوي، ويعني ما زال يعني ان شاء الله ترجع احسن من الاول يا مؤمن باذن الله. في تفاصيل يا كهربا في تفاصيل احنا بنشوفها الجمهور ما يعرفهاش. امام عاشور من ساعه ما جه النادي الاهلي وكهربا الاخ الاكبر معاه في كل مكان، دويتو وثنائيات بنشوفها دايما. كهربا كان جزء كبير جدا من اندماج امام عاشور، وسهل عليه حاجات كتير جدا في النادي الاهلي. شكرا يا طاهر اخويا. يا ملك الاحتفالات. امام عاشور ده اخويا وحبيبي واخويا الصغير، و
اي لعيب في النادي الاهلي بيجي جديد عشان انا عشت الايام دي، فلازم ادخله جوه الفرقه، لازم احببه في النادي، ولازم اخليه كان واحد من النادي لحد لما يتاقلم ويتربى على كل حاجه في النادي زي ما انا اتربيت وتعلمت كل حاجه في النادي وتغيرت. فانا يعني يمكن اول مره هقولها، انا بالنسبه لي امام اخ ليا واحسن لعيب في مصر واحسن لعيب في افريقيا، وانا هنجحه يعني هنجحه بالذوق بالعافيه هينجح في النادي الاهلي. كابتن الخطيب قال لك كلمه مهمه، قال لك ما تعلموش على ابك. لا، كانت من خطيب الاب الروحي لينا طبعا كلنا وليا شخصيا ودايما بيدعمني. انا بعلم الفرقه كلها عالمي، انت شايف رضا واللعيبه الجديده كلها وعمر كمال واللعيبه كلها رضا دلوقتي بيتكلم على سبول السلام الجمهور بقى مصري خلاص. حبيبي الف مبروك لينا والف مبروك لجمهور النادي الاهلي. كم محمود كهربا طالع من القلب وبيتكلم يعني من قلبه من غير ما بيفكر هو بيقول ايه. يعني هو راجل فرحان وبسيط، وعشان كده على فكره ربنا يكرمه. يعني كهربا محمود كهربا من اللعيبه اللي هي زي لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبه النادي الاهلي بتحب النادي الاهلي بطبيعتها. في بعض الاحيان طبعا بتمر ظروف على اي لعيب، ممكن يكون في الفريق، ممكن يبعد شويه عن الفريق، ولكن في الاخر خالص هو بيتكلم عن النادي الاهلي ككيان وكفريق وكبيته، بيتمنى له المكسب. عجبني كمان كلام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، اتكلم على مصطفى شوبير بصوره كويسه جدا جدا جدا، واتكلم عن ان مصطفى اجاد في الفتره اللي لعب فيها ودافع عن النادي الاهلي ببسالة وتألق بشدة وكان بيقف جنبه، ودي الروح اللي دايما بتبقى متواجدة عندنا في النادي الأهلي على مدار السنين كلها، ودي من ضمن العوامل ومن ضمن الأساسيات اللي بتنجح منظومة النادي الأهلي في جميع الألعاب. تعالوا نروح لمصطفى شوبير ونشوف هو قال ايه بعد الماتش مع زميلنا فاروق صلاح. كل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالنسبه لي فرحتي بمصطفى وفرحه كل جمهور النادي الاهلي فرحه غاليه جدا. مصطفى شوبير الامل والحارس اللي ادى الامل لكل لعيب كوره ولكل حارس مرمى في تاريخ النادي الاهلي سواء جاي او اللي لسه في الناشئين. مصطفى شوبير النهارده النادي الاهلي بيحقق البطوله الافريقيه وما دخلش في مرماه غير هدف واحد، اعتقد رقم قياسي لم يستطيع اي نادي تحقيقه. مصطفى مليون مبروك على حاجات كتير، مليون مبروك على على البطوله، مليون مبروك على الظروف الصعبه اللي انت لعبت فيها، مليون مبروك على اجتهادك مش من النهارده ولا من امبارح، من سنين كتير فاتت يا مصطفى. الحمد لله فاروق، ربنا كريم. انت يمكن انت عارف من زمان كنت بتتعلق على الماتشات بتاعتنا زمان، حتى كنت لما انت مثلا بتقول حاجه على اي صد او على ايا كان كنت بتقعد تتشتم ان انت بتقعد تجامله، انت بتقعد مش عارف ايه. بس تاني ارجع انا قلتها 100 مره بقولها تاني، ان ده طبيعي، الناس تبقى محتاجه تشوف قدام عينيها اكتر عشان تطمن، وده طبيعي لان في الاول وفي الاخر لما الحمد لله ربنا بيكرمك وبتلعب وبيوفقك الناس بتديلك حقك وبزياده كمان. فهي زي ما انت يعني بتاخد دي بتاخد كمان قصادها الناحيه الثانيه ثناء كبير، ثناء كبير زي ما بيقولوا. فالحمد لله ربنا كريم. بطوله وظروف واتخلق وخرج منها حارس تاريخي في افريقيا وفي النادي الاهلي. الحمد لله، الحمد لله كله في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا. وتاني يعني الظروف اللي حصلت لكابتن محمد الشناوي بالاصابه، الحمد لله احنا مبسوطين رجع لنا بالسلامه، وانه في يعني يرجع لمكانه وكلنا بنساعده على حاجه زي دي. بس انا عرفت ان في حاجات حصلت في المؤتمر ودي في مشاكل حصلت، بس يعني انا مستغرب يعني هو الراجل قال حاجه ان فعلا مشاكل كانت طالعه من حته معينه، فهو وجه الكلام لنفس الحته دي، ان هو اوريدي انت دي الحته اللي طالع منها السورس اللي طالع منه مشاكل، هو قال لك هم بيصنعوا مشاكل، فبعد كده اتهاجم. طب انتوا لما كنتوا تقولوا اخبار غلط ما كنتوش ليه تطلعوا تعتذروا عليها؟ فاهم قصدي ايه؟ ما كانش حد عنده الجراءه، ليه لما كانوا كلهم بيقعدوا مثلا يهاجموني بشكل شخصي او يهاجموه بشكل شخصي، لما الحمد لله ربنا مثلا بيكرم ليه ما بتطلعوش تتكلموا كويس او بتشكروا او بتقولوا معلش احنا كنا غلطانين عايزين هو يعتذر؟ لا طبعا، انا شايف ان كابتن محمد الشناوي هو قال اللي في قلبه، ودي حاجه ما تزعلش.
إيه انا مش عايز اطلع بره الموضوع، هرجع تاني لموضوعنا التاني. انا كنت بقول على كابتن محمد الشناعي عشان خاطر الكلين شيت الحمد لله هو اللي بدأه. انا دخل فينا جول واحد طول البطوله، انا لعبت من رابع ماتش او من رابع ماتش تقريبا، والحمد لله احنا بنكمل بعض مش اكتر يعني الحمد لله. احنا بنتكلم على الشناوي او بسجل مع قال لي مصطفى شوبير اقرب اللاعبين ليا وده اخويا الصغير. البطوله اللي فاتت هو قال لك يا مصطفى او قال لك تعال اطلع معايا ولبسك الميداليه، اعتقد المواقف دي اعتقد بتلخص كلام كتير جدا. اقول لك على حاجه، طبيعي الناس تقعد تجتهد ان ممكن يكون في مشاكل، ان ممكن يكون في بتاع في اي مركز في الدنيا، خصوصا مركز حراسه المرمى اللي هو ما بيقبلش الاسم على اثنين، هو واحد بس اللي بيلعب. كريم فؤاد النهارده باك رايت ووينج لعب باك ليفت، ففي الباقي المراكز الدنيا بتمشي، لكن في حراسه المرمى بالذات الناس بتلكك دايما ان هي تخلق مشاكل او حاجه. علاقتي انا وكابتن الشناوي هي علاقه كبيره، وفي الاول وفي الاخر ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش حارس مصر الاول يتقلل منه. انا ضد المبدا ده، مش انا بس، اي حد سوى هيبقى ضد المبدا ده. ناس تقول لك اصله ما رضيش، اصله مش عارف ايه، اصل كل دي اجتهادات، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ جينا ربنا وفقنا في البطوله، الراجل معايا ودايما بيساعدني في التسخين وبيساعدني بكلام، وحصل حتى حديث بيننا امبارح واحنا في التمرين بخصوص القصه دي. هو نفسه من نفسه لقيته بيقول لي انت يعني انت ما تعرفش انت عندي ايه، هو قالها لي كده بلسانه. فانا يعني بعد كده هقول له ايه، يعني هقول له ايه. عايز افاجئك بحاجه، انت وصلك معلومه انك مرشح من ضمن اللعيبه كاحسن لعيب في افريقيا داخل افريقيا في الموسم ده؟ لا لسه عارفها منك، بس الحمد لله يعني شرف كبير والحمد لله ربنا كريم الحمد لله. كنت تحلم بالبدايه دي مع النادي الاهلي؟ اعتقد انت صبرت. انت تقول للكابتن، انت تقول للكابتن شوبير انت هو صبر ايوب او ايوب الكره المصريه، انت عديت الموضوع ده؟ لا مش للدرجه دي برضه، بس الواحد عدى بظروف صعبه، خصوصا في عصر السوشيال ميديا والحاجات دي، ان كل الناس بقى ليها راي سواء ايجابي او سلبي، فخلاص الموضوع بقى مباح عامه. وفي الاول وفي الاخر تاني ارجع اقول لك، زي ما خدت انتقادات كتيره، في الاول وفي الاخر ربنا بيعوضك وبيكرمك. يعني في الاول وفي الاخر انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وربنا بيسبب الاسباب. ربنا النهارده الحمد لله كرم بطوله، مش عشان انا اكيد، عشان اسباب كتير تانية، والحمد لله الحمد لله. البطوله دي تمثل لك يا مصطفى؟ لا اعتقد يعني اهم بطوله خدتها مع النادي الحمد لله، دي رابع افريقيا ليا، بس طبعا تاني واحده وانا مشارك، اللي فات لعبت الماتش الاولاني ودي شاركت فيها اكبر عدد ماتشات، وفي بطولات تانية كتير الحمد لله، والحمد لله دايما بيجي حظي على النهائيات، بلعب الحمد لله دايما النهائيات. فربنا كريم، ربنا دايما نعم علينا يا رب وعلى الفرقه، ودايما نتوج بالبطولات ونسعد الجمهور. الجمهور ده تقول له ايه؟ الجمهور اللي منه باباك ومامتك واخواتك واسرتك، انت اتربيت في اسره اهلاويه اوفا؟ كل والله بنشكرهم كلهم بجد، الناس دي بتتعب وبتتعب نفسيا من الماتشات اصلا ومن الضغط، يعني احنا بيبقى علينا ضغط، هم ورا التلفزيون بيبقى عليهم ضغط تاني كبير، بيبقى عايزك تنجح وبيبقى عايزك كل حاجه، مش قصه بابايا ومامتي بس، ايا كان والد او والد اي لعيب او مراته وولاده وبناته ايا كان، واحنا بنتعب والله العظيم وربنا بيكرم عشان كده. بس عز بن شريفيه قال كلمه مهمه، قال انا سعيد بالمستوى اللي عليه مصطفى شوبير، وامان الله مميش، اعتقد حارس ايضا من الحراس المميزين، وانا شفت اللقطه اللي بينك وبينه. مع بص انا اول ما البطوله بدات انا اتبسطت ان في جول صغير بيلعب عامه، لان في ثقافه عندنا هنا في افريقيا بالذات في اوروبا اتغيرت، بس ان انت لسه صغير، ان انت ما عندكش خبرات، لا هو ودى وخد ريسك وسبب من اسباب وصول الترجي للنهائي، فانا كنت حاسس بيه قوي، فاهم، حاسس بيه قوي. عرفت كمان ان والده اعتقد مدرب حراس او في الحارس، كان حارس ومدرب حراس دلوقتي في المجال، فواضح ان احنا ظروفنا شبه بعض، فعشان كده حسيت ان انا لا يعني بعزه جدا وبحبه جدا، وانا ما كنتش اتعرفت عليه في الماتش هناك، هو شخص طيب جدا وشخص جميل جدا، وكان واجب عليا ان انا اروح له بعد الماتش اهنيه على مستواه واقول له هارد لك. وحصل بينا برده حديث في الاتوبيس، طلعت له الاتوبيس ان كنا متفقين من واحنا في ماتش تونس ان احنا هنبدل التيشيرتات مع بعض، وده اللي حصل. يعني ببارك له على مستواه وبتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله. فرحتي بيك مختلفه، بقول انا صح. الحمد لله ربنا كريم، ربنا كريم وبيوفق الحمد لله. اغاني التاسعة والعشرة والحداشر، وفي ان شاء الله الاتناشر، وباذن الله من بكره هننادي بالتلاتاشر. بس عجبني قوي الحوار بتاع محمد الشناوي ومصطفى شوبير، دي العلاقه دايما اللي بتحكمنا كلعيبه مع بعض، برغم المنافسه، برغم المنافسه على نفس المراكز، انما هي دي العلاقه اللي بتحكمنا في النادي الاهلي طول عمرنا، علاقة حب. حتى العلاقة بيني وبين زميلي اللي هو بيلعب مكاني، وانا حتى لو كنت لعيب اساسي ولعيب تاني جه لعب مكاني، بتمنى له التوفيق، بتمنى له التوفيق، لان دي العلاقة اللي لازم تسود، وهي دي اللي بتسود بين اللعيبة وبعضها جوه النادي الاهلي، ودي احد اسباب نجاحات النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي، ودي احد العوامل الأساسية في نجاحات النادي الأهلي.
وحصوله على البطولات. العلاقه بين لعيبه النادي الاهلي وبعضها علاقه حب، علاقه بتجمعهم على هدف واحد هو مصلحه النادي الاهلي. مصلحه النادي الاهلي بالنسبه لهم هو الفوز بكل بطوله او كل مباراه بيدخل فيها النادي الاهلي. المنافسه منافسه شريفه، في حتت تانيه بيسموها غيره، انما عندنا منافسه، منافسه شريفه بتخدم النادي الاهلي في المقام الاول. انا بتنافس كمحمد الشناوي او مصطفى شوبير، لان محمد الشناوي حصلت له اصابه، لما دخل مصطفى شوبير اجاد وتالق وحقق نجاحات، وكان الشناوي اكبر واول داعم ليه. ومصطفى شوبير بنفسه قال نفس الكلام ده، يمكن هو دافع كمان شويه عن محمد الشناوي، وقال ان الكلام اللي بيتقال ما بيحصلش اصلا. الكلام اللي اتقال في بعض الاوقات عن محمد الشناوي وعلاقته مع مصطفى شوبير مش بيحصل اصلا، مش موجود اصلا. وده فعلا يعني مصطفى شوبير راجل محق في كلامه. ومحمد الشناوي كان ليه دور كبير جدا 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 في تألق مصطفى شوبير. تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي. 1964، احنا دلوقتي في 2024، لاول مره في تاريخ افريقيا فريق ياخد البطوله وما دخلش في مرمى غير هدف واحد، امر بيحسب ليكم كخط دفاع وايضا لحراسه المرمى. منعم، الحمد لله، مبروك لكل جمهور الاهلي العظيم، ومبروك لمجلس اداره والجهاز الفني واللعيبه، ومبروك لاسرتي. الحمد لله، بنشكر ربنا طبعا على البطوله، بطوله غاليه، فالحمد لله، الحمد لله على ال 12 بطوله لها طعم في ارضك وسط جمهورك. الحمد لله ضحينا بحاجات كتير عشان خاطر البطوله ديت وعشان خاطر النادي. الحمد لله. منعم واحد من اللعيبه اللي اتربى جوه النادي الاهلي، عارف يعني ايه بطوله وعارف يعني ايه فرح الجمهور. كان صعب جدا الجمهور ده يروح النهارده زعلان. منعم، حرام يروح زعلان، احنا طالعين من الاوتيل النهارده البلد كلها لابسه احمر، فحرام بجد، حرام بجد ان الناس دي تطلع زعلانه ومتضايقه. لا احنا كنا واخدين وعد الحمد لله، وكلنا كنا مركزين ان الناس دي تطلع فرحانه. ما ينفعش جمهور النادي الاهلي وسط ارضه يطلع زعلان، بعيده دي، صعب. عبد المنعم، معودنا دايما في الشرقيه بعد كل بطوله بنشوف تيشرتات عبد المنعم بتتوزع في الشرقيه، توعدهم بايه المره دي يا منعم؟ ودي خلاص حاجه احنا متعودين عليها دايما. طبعا بفتخر انا من الشرقيه، من الزقازيق، من شرويده، بلدي، ناس محترمه وناس بتحبني وانا بحبهم. اكيد هعمل لهم حاجه كويسه، يعني هوزع تيشرتات بقى كلها. من اجمل الكلمات اللي انا سمعتها عليك يا عبد المنعم، يسلم اللي رباك. منعم واحد من اللعيبه اللي انا شفت حاجات معاك في قطاع الناشئين، التربيه، بر الوالدين، صلاه الفجر دايما جماعه، اعتقد كلها حاجات بتديها نصايح لاي لعيب بيبدا مشواره. والله فاروق، الحمد لله الواحد منتظم على صلاه الفجر، ده سر والله العظيم، السر اللي انت عايز ربنا يكرمك. والله صلاه الفجر ديت هتخليك في اي حاجه انت عاوزها هتجيلك وتحقق. الحمد لله الواحد بيفتخر ان والده ووالدته ربوه احسن تربيه، وان هم انا فخور، انا والله فخور بيهم، وكمان تعبهم ما راحش على الفاضي. سنين كتير كان معايا بسفر وانا صغير ومشاوير وتعب، بس الحمد لله ربنا بيكتب كل حاجه الخير في الاخر. يعني شكرا كابتن منعم، ومستنيين منكم كتير ان شاء الله. وما زلنا بنعيش اجواء الفرحه مع لعيبه النادي الاهلي. تعالوا نروح مره ثانيه لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع محمد هاني لاعب النادي الاهلي. ان محمد هاني اللي يعني نقول البطوله رقم 23 او 24 يا هاني مع النادي الاهلي، واحد من نجوم المباراه النهارده هاني، من الشوط الاولاني هاني فارق جدا مع النادي الاهلي. خلينا ابارك لك الاول على البطوله، واعتقد البطوله رقم 23 ليك مع النادي الاهلي هاني. والله الحمد لله، طبعا يعني دي اغلى واهم بطوله بالنسبه لي، يعني الحمد لله بقى لي 10 سنين في النادي، لعبت 7 نهائيات، يعني في 3 ما خدناهاش وفي 4 الحمد لله ربنا كرمنا وخدناهم. انا بحب عايز بس اهني الجيل ده، جيل بجد اللي انا يعني متشرف وفخور ان انا واحد منهم بجد. يعني انا يعني حتى الواحد بعد ما يبطل كوره هيبقى مبسوط ان هو كان هيقول كان معاه كذا وكان معاه كذا وكان معاه كذا. بجد اسامي محترمين ورجاله بعيده عن الكوره وبعيده عن كل حاجه، يعني فالف مبروك لينا كلنا.
الحمد لله يا رب، يا رب يديمها نعمة علينا دايما، تبقى هي دي الأجواء بتاعتنا كلها فرح وبطولات، وهو ده اللي احنا متعودين عليه الحمد لله. الجيل ده ما بيشبعش يعني، احنا نخلص خلصنا الرابعة اهي الحمد لله ورا بعض، الخمسة احنا هتلاقي قريب اصلا ممكن نلعب الأدوار التمهيدية فاهم. فالحمد لله والواحد مبسوط جدا الحمد لله. يعني هاني ما بيتكلمش كتير، انا فاكر اخر مره انت طلعت فيها او سجلت فيها كان يوم حفل التتويج بدرع الدوري، النهارده هاني بيسجل دايما بعد البطوله، اعتقد هاني ما بيتكلمش كتير، بيرد دايما في الملعب. انا بس عشان وعدتكم ان انا هسجل بعد النهائي ان شاء الله نكسب، فعشان كده والله بسجل. تزعلني هاني؟ لا ما اقدرش ازعلك، انت حبيبي انت عارف يا فاروق. لا انا مش بحب اتكلم كتير يعني، انا مش من النوع اللي انا احب ان انا اقعد يبقى كلامي يبقى كتير، انا بحب ان انا اشتغل في الملعب اكتر واحسن من نفسي واشتغل على نفسي يعني، هو ده اسلوبي يعني. ممكن في ناس كتير مش بتحبني بسبب الموضوع ده، ان هم عايزيني دايما بتكلم ودايما بعمل لقطه، لا دايما اعمل لقطه في الملعب ودايما اعمل، انا مش بتاع الكلام ده، انا واحد بشتغل بس. انت هتحبني عشان انا بشتغل حبيبي، ويعني حاجه جميله، مش هتحبني عشان انا مش بتاع لقطات، براحتك. انا بحبك هاني حبيبي يا فاروق. انا كمان والله هاني جيل تاريخي، الفريق ده بيحقق البطوله وما دخلش في مرمى غير هدف واحد، وده رقم قياسي بيحصل لاول مره في تاريخ افريقيا. احنا يعني دايما المجموعه كل الفرق بتدافع طبعا من اول قدام، بس دايما الاربعه اللي ورا بيبقى هم اللي عليهم المسؤوليه الكبيره، اي جون بيدخل بيبقى مسؤوليه الاربعه اللي ورا بالجون يعني. مصطفى شبير بصراحه كان موفق جدا في البطوله دي، وربنا كرمه وكرمنا كلنا يعني، هو بصراحه كان من اهم الناس في البطوله دي بصراحه يعني، شال جوان كتير في ماتشات صعبه جدا يعني، واحنا دايما قدامه مصطفى شبير. انت طبعا يعني الناس الجميله والناس المجتهده واللي بتشتغل على نفسها، وعشان كده ربنا بيكرمه يعني. فدايما احنا كنا قدامه، الاربعه اللي قدامه دايما عايزين نأمن الدنيا، عايزين نحاول نبعد عنه اي خطوره، والحمد لله يعني انت لعبت فرق كبيره وفرق محترمه الحمد لله يعني، ربنا كرمنا في الاخر يعني. اشكرك هاني ومستنيين منك الدوري حبيبي. حبيبي كل التحيه لكل مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم. الفرحه حلوه، حبه الكريز في النادي الاهلي، المهاره والموهبه وكلام كتير جدا يتقال على احمد عبد القادر اللي عودته اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. عبد القادر مليون مبروك البطوله، الحمد لله على سلامتك، وبطوله غاليه النهارده عبد القادر. حبيبي يا روح الله يبارك فيك، انا بشكر ربنا طبعا، يمكن اصابه جات لي في وقت كان قريب شويه من النهايه، بس الحمد لله الواحد رجع وقدر ان هو يبقى موجود مع الفرقه النهارده، ومش عايز اقول لك الفرحه يعني مش طايعه الناس كلها، وبطوله غاليه جدا علينا وعلى النادي وعلى الجماهير، فاتمنى ان احنا نستمر على كده، ومن حق الجمهور يفرح ومن حقنا ان احنا نفرح برضو. فاحنا عندنا الحمد لله اسبوع اجازه، نحاول نحتفل على قد ما نقدر، وان شاء الله بنرجع نركز في البطولات اللي جايه ان شاء الله. عبد القادر كان صعب جدا الجمهور ده يروح زعلان، في كل مكان ماشيين الجمهور موجود، الناس بتران عليكم، انتوا بقيتوا جيل تاريخي من الاجيال التاريخيه سواء في الكره الافريقيه او في تاريخ النادي الاهلي. طبعا هبدا طبعا بالجيل ده، طبعا الجيل ده اقل لاعب موجود في الجيل 2 و3 بطولات، وفي ناس دلوقتي 5 و6 بطولات، فانا بشكر الجيل ده جدا، وفعلا جيل يستحق ان هو ياخد حقه والجمهور يسانده، بيطلعوا كل حاجه عندهم من عشان النادي وعشان الجمهور، فالحمد لله النهارده الجمهور اللي جه النادي ما روحش زعلان وروح بالبطوله الحمد لله النهارده، وبشكرهم طبعا ان هم ساندونا النهارده. شكرك عبد القادر، ومستنيين منكم الدوري بقى. متقلقش ان شاء الله ندوس على نفسنا، بس ناخد اجازتنا بقى. حبيبي يا روح حبيبي. فرحه من القلب لعيبه النادي الاهلي. خلينا نكمل برضو مع نجومنا الكبار، ونروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع وسام ابو علي مهاجم النادي الاهلي. مع حضراتكم والفرحه الافريقيه الفرحه الغاليه، ابن غزه الحره وابن فلسطين الكابتن وسام ابو علي. وسام مليون مبروك ليك، مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم، مليون مبروك لشعب فلسطين اللي انت واحد منهم. وسام الفرحه النهارده مختلفه. شكرا لك، فرحه كبيره جدا يعني، الحمد لله الحمد لله على المكسب الي لاهلي لفلسطين لجمهور نادي الاهلي للعيبه كلها للراجل رئيس النادي للكل، دي أول بطولة إلي، والإحساس الحمد لله إحساس غير شكل يعني، فالحمد لله. لو بإيدك هتلبس الميدالية دي لكل فرد وكل مواطن في شعب فلسطين العظيم؟ أكيد لو بإيدي،
لو بيدي يا ريت، بس ان شاء الله خير ان شاء الله خير. و يعني حلبسها لابوي اكيد، ابوي وامي حياخدوها دي إلن. هني كانوا معي في الاستاد النهارده اول مره يحضروني امي وابوي واخواتي في زمان كتير، فاحنا كنا قاعدين ككل فلسطين ان شاء الله. وسام البطوله دي بالنسبه لك انت مختلفه، قلت دي اكبر واغلى بطوله، يعني مفيش شهور عدت من انضمامك للنادي الاهلي بتحقق اغلى بطوله قاريه داخل قاره افريقيا. الحمد لله، يعني ده حاجه كبيره كتير، يعني جيت لي 3 4 شهور في النادي ونكسب بطوله يعني ورقم 12 وخامس نهائي ورا بعض، يعني مش عارف اقول ايه، فيش كلمات كتير. انا عايز احتفل مع اهلي دلوقتي واحتفل لكل الشعب الفلسطيني والحمد لله. وانت في يعني في مرحله التسخين شايف جمهور النادي الاهلي وهو بينادي وبيهتف لفلسطين، اعتقد دي بتبقى رساله مهمه جدا. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم يا وسام. اكيد اكيد، جمهور النادي الاهلي جمهور كبير كبير كتير، كلمته بتتسمع. وانا كفلسطيني واهلي كفلسطينيين باستاد، انا عرفت ان امي دمع عيونها لما تسمع. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط، فالحمد لله. خلينا نفتكر فلسطين بالوقت الصعب والوقت لما احنا نكون مبسوطين ننبسط معاه ان شاء الله يا رب. فرحه النهارده مختلفه يا وسام؟ مختلفه قوي، هلا بس اطلع اشوف اهلي وكل شيء كويس. الفتره اللي جايه توعي جماهير النادي الاهلي بايه؟ انه نكمل وان شاء الله نكسب الدوري ونكسب السوبر ضد الزمالك وكل حاجات ان شاء الله. اشكرك يا وسام وبالتوفيق باذن الله. اجواء الفرحه نفسنا انها تمتد وتمتد لايام كتير، انما النادي الاهلي بيرد على فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيعبر عن خالص شكره وتقديره لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. عبر مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه للتهنئه الرقيقه التي تلقاها من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بمناسبه الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره الـ12 في تاريخ النادي، متمنين لسيادته ولبلادنا المزيد من التقدم والازدهار. كابتن اسامه، النادي الاهلي بيرد شكر على تهنئه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبيعي، يعني اكيد زي ما اتكلمنا انه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعت تهنئه للنادي الاهلي، اهتمام كبير وغير عادي، متابع كل شيء لحظه بلحظه زي ما حصل مع نادي الزمالك في بطوله الكونفدراليه. فكل الشكر والتقدير رغم مشغولياته الكبيره وكده، لكن بيهني جماهير الاهلي وادارته ولاعبيه. فاكيد النادي الاهلي في المقابل لابد كمجلس اداره هيرد طبعا وبيشكر، فنشكر طبعا سيادته ونتمنى له كل التوفيق والصحه ومصر كل الخير والتقدم والازدهار ان شاء الله. وطبعا بنشكر نشكر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الخطيب، انه طبيعه الحال كان لازم هيرد ويتمنى كل التوفيق لسياده الرئيس على الكلمه الرقيقه اللي قالها يعني. صحيح. فبنشكر اكيد مجلس الاداره على انه عمل كده يعني. طيب نروح مره ثانيه لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع مروان عطيه لاعب النادي الاهلي. الف مبروك يا مروان، بطوله كبيره ويعني ثاني بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، تقول لي النهارده على البطوله وجمهور النادي الاهلي الكبير. الله يبارك فيك، بشكر جمهور النادي الاهلي طبعا اللي حضر النهارده، وبشكرهم طبعا ساندونا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وربنا يكرمنا طبعا ونفرحهم دايما زي ما فرحونا النهارده بوجودهم واحتفاليتهم معانا. ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه، خلاص عدينا افريقيا، عندنا ماتشات الدوري ان شاء الله نركز فيها، بطوله الدوري مهمه برضو للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله خطوه بخطوه. وبارك طبعا للاعيبه وللجهاز على المكسب النهارده، كان مكسب صعب وكانت بطوله صعبه، بس الحمد لله قدرنا ناخدها. البطوله الثانيه على التوالي يا مروان، يا شايفها ازاي؟ انا كنت مش بدوري ابطال افريقيا وتاخدوا المره الثانيه على التوالي، اعتقد احساس مميز. اكيد طبعا احساس كبير واحساس عظيم انك تاخد مرتين ورا بعض احسن يعني بطوله امم افريقيا، دي حاجه كبيره، يعتبر اجمل واجمد بطوله في افريقيا كلها. فالحمد لله طبعا، وبشكر اللعيبه والجهاز تاني وبشكر الجماهير، ومبروك تاني مره.
حبيبي ربنا. كريم الدبيس لاعب فريق النادي الاهلي، الف مبروك بطوله افريقيا، البطوله ال 12 اعتقد بطوله مميزه وبطوله افريقيه كبيره وجديده للنادي الاهلي. الله يبارك فيك الاول، ببارك لجماهير النادي الاهلي وببارك للعيبه وللجهاز. طبعا بطوله غاليه على الجمهور وغاليه علينا جدا، فطبعا احنا تعبنا وربنا كافئنا بالبطوله فالحمد لله. طبعا جماهير النادي الاهلي النهارده اللاعب رقم واحد طول ال 90 دقيقه بيشجع النادي الاهلي واقف ورا ظهر اللعيبه، تقول لهم ايه؟ لا طبعا جمهور الاهلي دايما رقم واحد، هو مش النهارده بس، هو على طول رقم واحد واول دافع لينا، هو اللي بيخلينا نروح للانتصارات، دايما بيدعمنا في الوحش قبل الحلو. طبعا بشكرهم جدا من اقل واحد لاكبر واحد، الناس كلها على دماغي، الجماهير بصراحه شكل تحفه النهارده، بشكرهم جدا النهارده. كابتن علي معلول تقول له ايه واللفته الطيبه من اللاعبين النهارده ان هم حملوا تيشيرته قبل بدء المباراه؟ لا طبعا بقول له الف سلامه عليك، ترجع بالسلامه ان شاء الله حبيبي، وترجع تكسر الدنيا كده ان شاء الله في اسرع وقت، عشان ده تاريخ النادي الاهلي وتاريخ افريقيا. كابتن اسامه، يمكن اتكلم كابتن شريف قبل بقى الفرحه دي كلها عن دور اداره النادي الاهلي. الاداره ليها دور كبير في نجاحات اي مدرب وانجازاته في النادي الاهلي. اكيد يعني عناصر النجاح كتيرة، على رأسها الإدارة طبعا، جماهير عظيمة بتبقى ورا الفرقة دي حاجة مهمة جدا، نواحي مادية ومالية، أجهزة إدارية وفنية، لاعبين، وآخر حاجة، مش هقول آخر حاجة ومكمل، ولكن من آخر الأشياء اللي هي المدير الفني والإدارة الفنية. فالإدارة الأساس، وده يعني إنجازات غير عادية إدارة النادي الأهلي اللي موجودة دلوقتي بتحققها، بتكمل مسيرة وتاريخ النادي الأهلي من ساعة ما أنشئ. ويمكن إحنا يعني كجيل الثمانينات والتسعينات الأول كنا بنشجع النادي الأهلي، فعشنا الفترة مثلا اللي كان فيها موجود هيدكوتي في فترة السبعينات، برضو كان قبليه إدارات كبيرة النادي الأهلي تعلم ويعني مدرسة الناس بتاخد منها. يعني احنا كنا نسمع عن مختار التتش الله يرحمه، كابتن مختار التتش، والتأسيس المبادئ اللي عملها والظروف، وأكيد في ناس قبله هو اتعلم منهم، وبعد بقى الكابتن صالح والاجيال اللي جت بعده، كل مجالس الادارات، الكابتن حسن حمدي وغيره، الكابتن ومحمود طاهر وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لغايه لما جه الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي. فالاداره الاساس في يعني ترسيخ المنظومه كلها، انه ازاي يديروا النواحي الماليه والماديه، لانه النواحي الماليه والماديه دخلت كتير قوي في كره القدم، غير يمكن الفترات اللي احنا لعبنا فيها او الاجيال اللي قبلينا. فازاي يديروا النواحي الماديه ديت، ازاي يقدروا يتعاقدوا مع لاعبين مميزين وجيدين، ازاي يتعاقدوا مع مدير فني واجهزه مميزه. فكل يعني كل عناصر النجاح بتبقى موجوده، بس اساسها الاداره الناجحه، لانك لو ما عندكش اداره ناجحه تدير بشكل احترافي، ممكن تهدر المال بطريقه مش مظبوطه، ممكن اختيارات اللعيبه ما تبقاش بطريقه مظبوطه، ممكن اختيار المديرين الفنيين ما تبقاش بطريقه مظبوطه. فالاداره هي الاساس، وكل بقى العناصر بتبقى موجودة بتساعد، كله بجزء، ولكن القمة الموضوع ازاي تدير، ودي ناجح فيها طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي، بيكمل تاريخ كبير قوي لإدارات كتيرة جت في النادي الأهلي وكانت مميزة وحققت نجاحات كبيرة. ومع الإدارة الممتازة للنادي الأهلي أكيد الجماهير العريضة جداً اللي واقفه ورا النادي الاهلي في كل وقت، في سواء في نجاحاته سواء في اخفاقاته، ودي سر برضو من اسرار الكبيره جدا في نجاح النادي الاهلي. فنشكر اداره النادي الاهلي ومجلس الاداره بقياده الكابتن محمود وكل اعضاء مجلس الاداره، وايضا جماهيرنا العظيمه، وكل بقى المنظومه، المدير الفني مستر كولر والجهاز المعاون كابتن سامي قمصان وكل الاخرين، يعني خالد بيبو وكله.
اللاعبين طبعا اللاعبين لهم دور كبير جدا ومؤثر جدا، فالمنظومة كلها اشتغلت، ولكن زي ما قلت في الآخر الإدارة 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 صحيح. لأن حتى لما أخذت كلمة من الشناوي قال لك أنا جيت في سيستم نظام، يعني هو أكيد عاش في حتة تانية شاف وشاف جوه النادي الأهلي، ولاعبين كتير جدا كانوا في أندية أخرى لما جوا من النادي الأهلي صحيح. شافوا النظام والأسلوب اللي ماشي بيه النادي الأهلي وإدارته مزبوط. فدايما بالتوفيق والف الف مبروك. يعني يمكن الكابتن اسامه كلمنا عن دور مجلس اداره النادي الاهلي، ومش عايزين ننسى دور رحمه الله عليه الاخ الاستاذ العمري فاروق. الاستاذ العمري فاروق كان ليه دور في بدايه المسيره، كنا نتمنى ان هو يكمله، ولكن ده قضاء الله وقدره. رحمه الله عليه ادى دوره على أكمل وجه، زي ما بنقول في النادي الأهلي كل واحد عارف دوره. بدأ المسيرة وبدأ المشوار أستاذ عمرو فاروق مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ولازم نذكره في يوم زي النهاردة، يوم فرحة كنا نتمنى إن هو يكون متواجد في الفرحة دي مع أبنائه ومع أخواته في مجلس الإدارة، فلازم نذكره بكل خير لأنه بدأ المسيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي وله دور في نجاحات وإنجازات النادي الأهلي. تعالوا نروح للزميل فاروق صلاح ولقاء مع إمام عاشور لاعب النادي الأهلي. زي ما عودناكم في قناة النادي الأهلي لازم الختام يكون مختلف، احنا بنختم بنجم من نجوم النادي الأهلي، والختام بتاعنا ختام يعني مختلف. إمام عاشور اللي بنقول له وش السعد يا إمام. إمام مليون مبروك، أول بطولة أفريقية نقول لإمام عاشور مع النادي الأهلي، أول بطولة أفريقية لها مذاق تاني لها طعم تاني. إمام مليون مبروك، مليون مبروك على حاجات كتير وأيام كتير أنت عشتها جوه النادي الأهلي. الحمد لله، طبعا بشكرك يا فاروق وبشكر دكروري، والحمد لله يمكن انا مختلف شويه، فرحتي مختلفه شويه عن باقي اللعيبه، لان ده كان انا قلتها حلم من احلامي ان انا احقق بطوله افريقيا، والحمد لله طبعا اللعيبه رجاله ساعدوني في حاجه زي دي، وكلموا حتى معانا النهارده في المحاضره ان لازم يا رجاله ان شاء الله نقف مع بعض عشان نساعد امام، يمكن اول بطوله ليا، والحمد لله قدرنا نسعد بعض ونسعد الجمهور بصراحه اللي معانا من اول دقيقه ده لاخر دقيقه. بشكرهم طبعا على الدعم اللي هم عملوه لنا النهارده، والحمد لله ان شاء الله ما اكونش اول بطوله ليا ولسه من المزيد باذن الله. امام الكلمه اللي انت قلتها دي كلمه ما تعديش كده وخلاص، ان اللعيبه تقول لك النهارده عايزين كلنا نساعد امام علشان يحقق اول بطوله، الامور دي هي سر نجاح النادي الاهلي. اكيد طبعا. بص احنا يمكن انا اكتر حاجه من يوم طبعا ما دخلت النادي الاهلي يعني انا حاسس بيها ان اللعيبه كلها بتحب بعض، سيبك بقى من اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، يعني دي في الاول وفي الاخر يعني مالهاش علاقه ما بيننا ومن بعض في حب. يعني انت تشوف النهارده مثلا تشوف مثلا النهارده قفشه كان عامل ازاي بعد الجون، كان رحت له كذا كوره كان بيقول لي هتتحرك كده، كان بيكلمني دايما على طول، في دعم منهم. كهربا برضو على طول بيكلمني، انا مش عايز انسى عشان ما يمسكش بيا. بس كهربا وانا بسجل معاه قال لي امام ده اخويا الصغير، انا مش هسيب امام، امام انا في كل مكان هتحرك مع امام. جزء من نجاح امام عاشور في النادي الاهلي بيرجع لكهربا طبعا. ده يعني انا مهما اتكلم على كهربا طبعا مش عارف ادي له حقه، اخويا الكبير انا بعتبره اخويا الكبير. يمكن هو يعني عنده خبرات اكتر مني، على طول بيكلمني دايما في اي حاجه انا ببقى مش فاهمها مش عارفها بروح له، هو بيفهمني طبعا، لان هو زي ما انت قلت دلوقتي هو اخويا الكبير طبعا، فباخد رايه في كل حاجه. طياره وانتوا رايحين تونس الكابتن الخطيب وقف معاك شويه قال لك ايه؟ كان بيطمن على شعرك. ما خلاص قصيت اهو، خلاص والله قصيت. لا كان الكابتن بيتكلم معايا عادي، وانا قلت له ان شاء الله تبقى اول بطوله ليا افريقيه والحمد لله. امام عاشور قبل ما يجي النادي الاهلي ايه اللي انت شفته مختلف جوه النادي الاهلي؟ بتعيد بصراحه النادي الاهلي مختلف عن اي نادي في مصر، مع احترامي طبعا، والله ما بقول كده يعني مش مجامله، يعني اكيد الناس كلها شايفه والناس كلها حاسه بده.
النادي الاهلي نادي كبير طبعا، الواحد مهما يتكلم يعني مش انا اللي هقول، يعني اكيد مش انا اللي هقول، النادي الاهلي نادي كبير، واي حد في العالم كله يتمنى ان هو يلبس شيرت النادي الاهلي، وده شرف ليا طبعا ان انا العب في النادي الاهلي، والحمد لله حققت حلمي النهارده الحمد لله ببطوله افريقيا، وان شاء الله لسه اللي جاي احسن باذن الله. من بتحقق حلمك بدور ابطال افريقيا، في حلم تاني كبير، عندنا كاس عالم في امريكا، عندنا بطوله الانتر كونتيننتال، اعتقد جوه النادي الاهلي الحلم بيبقى حقيقه. اكيد طبعا، بس طول ما انت بدل لبست شيرت النادي الاهلي فكر في اي حاجه مع اللعيبه الرجاله دي، فكر في اي حاجه. لا استنى يا امام، انا عايز اقف عند الكلمه دي، يعني ايه طول ما انت لبست النادي الاهلي تيشيرت النادي الاهلي احلم بكل حاجه؟ الكلمه دي كبيره. ايوه طبعا، ما انا قلت لك مش اي حد يحس بالنادي الاهلي غير اللي جوه النادي الاهلي، وده شرف ليا طبعا ان انا موجود في وسط اللعيبه دي ولاعيبه رجاله بصراحه، حابب اشكرهم وحابب اشكر الجمهور، والف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. يا مان عايز اقف عند جزء مهم في حياه امام عاشور وهي اسرتك، في اقرب الظروف واصعب المواقف زوجتك. امي عشان زعلت المره اللي فاتت. لا والله بص، انا يمكن دول اهم حاجه في حياتي طبعا، ما بحبش ارجع وانا زعلان، يعني هم ما بيحبونيش يشوفوني وانا زعلان، دايما هم عارفين ان انا متعود، يعني بحب المكسب، انا راجل بحب المكسب، ما بحبش الخساره ابدا، حتى لو بلعب مين ما بحبش الخساره، فطبعا هم سند كبير ورايا، يعني على طول في ظهري وعلى طول معايا، مراتي وامي وحماتي وحمايا وعمر. ما تنساوش السعد البنوته الجديده، اعتقد وش السعد طبعا، كوكو طبعا طبعا، وش السعد هروح لها دلوقتي عشان وحشتني والله، بقالي 3 ايام ما شفتهاش. امام مش سهل انك تكسب حب جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي جمهور بيفهم قوي، مش سهل انك تكسب حب جمهور النادي الاهلي او تعلم وتبقى مؤثر مع جمهور النادي الاهلي. امام في فتره قصيره جدا وبسيطه جدا، مع الاحترام لكل شيء، امام بقى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي علامه وايقونه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. والله دي حاجه انا مبسوط منها جدا طبعا، ان جمهور النادي الاهلي يحبني طبعا، انا بحبهم برضو والله، وعايز اوجه لهم رساله والله، يعني مش انا لوحدي اللعيبه، بتكلم برضو بمناسبه اللعيبه، احنا كلنا بنعمل كل حاجه في الملعب عشان خاطر الجمهور، لان احنا النهارده احنا اول ما شفنا الجمهور بصراحه احنا خدنا باور اكتر من اللي عندنا بصراحه، الناس ما قصروش معانا في اي دقيقه، من اول دقيقه لحد اخر دقيقه هم معانا، وحابب اشكرهم طبعا، اقول لهم الف مبروك. امام بيحلم بايه مع النادي الاهلي؟ ما انا قلت لك اللي لابس شيرت النادي الاهلي يحلم باي حاجه في كاس عالم امام، اكيد حلمك حاجه والله، والله طول ما لبست التيشيرت النادي الاهلي احلم باي حاجه. امام حلم معاك لعيبه رجاله وجمهور ما شاء الله عليهم، يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه زي ما انا قلت لك النهارده. امام اخيرا في اول سنه بتاخد دوري ابطال افريقيا، بتعمل رقم قياسي للجيل ده، ان اول مره في تاريخ افريقيا فريق ياخد البطوله وما دخلش في مرماه غير هدف واحد، النجاح بينسب للكل والمجهود بينسب من خط الدفاع لحارس المرمى، اعتقد ده رقم قياسي بيسجل ليك وبيسجل لكم كجيل تاريخي في النادي الاهلي. طبعا انا زي ما قلت لك انا مهما اتكلم عليهم، يعني لو فضلت اقول واحد واحد باسمه مش عارف اديهم حقهم بصراحه، اللعيبه رجاله، الحب ده يعني انا مبسوط بصراحه ان كله بيحبوا بعض. انا بقطعك، ان الكلام باين في عينيك، الفرحه باينه في عينيك، انت ما بتعرفش على فكره امام، انت ما بتعرفش تجمل الكلام. انا لسه ما فرحتش طبعا، انت عارف ليه لسه ما فرحتش، اللي انا كنت فيه دلوقتي، فلسه الفرحه جايه ان شاء الله باذن الله دلوقتي حالا، اول ما اطلع من اول ما اخلص معاك، بس انت سيبني. افريقيا ليها بطل واحد، النادي الاهلي. النادي الاهلي الاسد بيعمل ازاي امام؟ رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، شفنا فرحه امام عاشور، وامام ما بقالوش كتير في النادي الاهلي، ولكن عمل انجاز، عمل تاريخ لنفسه مع النادي الاهلي في فتره بسيطه جدا، ولسه مكمل، بيتكلم من كل قلبه، بيتكلم على علاقته مع لعيبه النادي الاهلي وخصوصا محمود كهربا، والراجل سعيد جدا 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 انه داخل النادي الاهلي بيتعامل مع منظومه قلما يجدها اي لاعب في مصر. بيشرفنا الان زميل العزيز محمد الباز للحديث عن مباراه اليوم، نورنا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن، مليون مبروك، مبروك لجمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، مبروك للاعبين. يعني دايما الاهلي زي ما كنا بنقول يا كابتن ايمن وبناكد، بينافس نفسه داخليا في القاره وبيحطم ارقامه القياسيه. صحيح. عشان كده دايما بيبقى دلوقتي المنافسه بقت عالميه اكتر، يعني جمهور النادي الاهلي عنده طموحات اكبر في المنافسه مع ريال مدريد. صحيح. دايما بنطارد ريال مدريد بقى على الالقاب القاريه،
واقف عن 29 لقب، واحنا خلاص كده وصلنا 26 لقب يا كابتن ايمن بعد النهارده اللقب ال 12. فبالتالي احنا الناس كلها مستنيه الفاينل تشامبيونز ليج اوروبا عشان نشوف ريال مدريد هيعمل ايه. البطوله النسخه الحاليه حطمت ارقام قياسيه فرعيه. يعني ايه فرعيه؟ يعني خلاص وصلنا مثلا الاهلي وصل لخمس مرات فاينل على التوالي، وده رقم قياسي جديد بالنسبه برضو بيتساوى مع رقم ريال مدريد اللي وصل خمس مرات فاينل في برضو بطوله القاريه الاوروبيه. نفس الكلام وصل فاينل في تاريخه 17 مره، نفس الكلام ريال مدريد 17 مره. فبالتالي يعني دلوقتي 12 مره لقب البطوله، ريال مدريد طبعا 14 مره. وبالتالي يا كابتن المنافسه بقت عالميه وبقت فيها تحديات اكبر، لانك داخليا داخل القاره الارقام التاريخيه للاهلي بيكتبها وبيحطمها لنفسه، بيكون في جاب كبير ما بينه وما بين اقرب المنافسين. فبالتالي المنافسه زي كده الدوري الانجليزي، كل الفرق في الدوري الانجليزي دلوقتي عايزه ان بيب جوارديولا يمشي من الدوري الانجليزي. علشان ايه؟ عشان المنافسه بقت خلاص قلبها يعني اربع مرات ورا بعض، ست مرات يعني لقب البريمير ليج. فبالتالي الاهلي بيتشابه شويه داخل القاره بهذه الامثله يعني، وبيحطم دايما ارقام الالقاب او الارقام القياسيه الفرعيه مع هذه النسخه، ان احنا حصلنا على اللقب ال 12 بلا هزيمه. صحيح. وده لا طبعا حققه النادي الاهلي قبل كده في 2005 كانت البطوله لقب برضو تاريخي بلا هزيمه. بنتكلم على القاب تانية، ان احنا وصلنا النهارده 22 مباراه بلا هزيمه في المشوار الافريقي في الشامبيونز ليج دوري ابطال افريقيا، وكسرنا رقم طبعا الترجي كان بالظبط يعني من المباراه السابقه. فبالتالي ارقام فرعيه قياسيه ايضا بتكتب في التاريخ. صحيح. الاهلي حقق البطوله دي مرتين ورا بعض متتاليتين اربع مرات، يعني بنتكلم في 2005 2006 2012 2013 مظبوط 22 23 او يعني 2020 سوري 2021 و23 24 النهارده 23 24 مظبوط كده. احنا واقفين بس على الهاتريك ان احنا نحقق الثالثه، وده برضو طموح جديد دايما الاهلي ان شاء الله مع ال 13 ان شاء الله ال 13 تكون الثالثه على التوالي، وده ان شاء الله يعني تبقى يعني يعني حاجه قياسيه او رقم قياسي وانجاز قياسي جديد. ودايما الاهلي يا كابتن زي ما احنا متعودين مع الكباتن دايما بيخلق الطموحات والتحدي لنفسه اول باول. يعني خلاص النهارده بنطالب بال 13 ليه؟ عشان نحقق ثلاث مرات على التوالي ونخش بقى في ارقام قياسيه جديده. يعني النادي الاهلي بينافس نفسه بالظبط، فهو بينافس نفسه قاريا، فبالتالي انت بتخلق كمان ارقام قياسيه داخل القاره وداخل البطوله نفسها للتشامبيونز ليج افريقيا، ان انت الفريق الوحيد على في تاريخ البطوله بتنهي النسخه باستقبال هدف واحد، وده بيدلل طبعا على قوه الفريق من الناحيه الدفاعيه. كنا بنتكلم قبل المباراه وصلنا طبعا ل 12 شيت كلين شيت، النهارده 13 كلين شيت من اصل 14 مباراه يا كابتن. بنتكلم على مصطفى شوبير اللي وصل ل 29 تصدي في البطوله، وده اكبر رقم او عدد تصديات لحارس مرمى يعني هذا الموسم. عايز اقول لحضرتك ان في منهم 17 تصدي من داخل منطقه الجزاء. ارقام كلها قياسيه، يعني بنبص حتى في اقوى النسخ في 2005 2006 والالقاب والارقام والبطولات والنسخ الاخيره ما تلاقيش ان الاهلي استقبل هدف واحد، وده رقم فعلا لازم يعني شابوه لعيبه النادي الاهلي، دفاع النادي الاهلي، حراسه مرمى النادي الاهلي، وبالاخص مصطفى شوبير. ارقام كلها للتاريخ يا كابتن. يعني بنتكلم بقى النهارده الترجي والمباراه بتاعت النهارده، عايز اقول لحضرتك ان هي في الاربع اشواط الترجي ما عملش الا ركنيه واحده. بنتكلم على حتى التسديدات على الثلاث خشبات في الاربع اشواط، بنتكلم على حتى الماتشين في الذهاب والعوده ما فيهمش الا واحده او اثنين بس على الثلاث خشبات. يعني بنتكلم حتى الاهلي استطاع رغم ان هو قدر ان هو يوقف المنافس، ومن الدقيقه 3 في 83 دقيقه صمود ان احنا نحقق بيهم في النهايه اللقب. يعني بس انا مش هتكلم كتير النهارده، يعني مش محتاجين يعني نغوص في اي فنيات وارقام فنيه للقاء اليوم، ولكن ارقام كتبها الاهلي في تاريخ الشامبيونز ليج افريقيا وختامها حلو. بالظبط، ختامها جميل جدا، داخلين على بطوله سوبر، وده ديربي بقى وليه تحدي خاص ويعني مواجهه خاصه، وكل جمهور النادي الاهلي بيطالب بقى بالتاسعه السوبر الافريقي يا اهلي ان شاء الله ربنا قبل ال 13. فيعني ستيب باي ستيب
مليون مبروك اللي حتى على المستوى اللاعبين نفسهم عارفين ان اربع نسخ الاخيره يعني تقريبا 70-80% من قوام السكواد الحالي هم اصحاب المشاركات الاكثر، زي ما قلنا حتى رامي ربيع تساوى يعني حصل لست القاب في الشامبيونز ليج افريقيا، كلها ارقام قياسيه حتى اللاعبين الحاليين يا كابتن، وحتى يعني بنتكلم على الشحات هو هداف الجيل الحالي 18 هدف، لا كلها ارقام قياسيه ورائعه جدا للفريق وحتى اللاعبين الحاليين يعني. صحيح. مليون مبروك مره ثانيه وكل التوفيق دايما للنادي الاهلي ودايما مفرحنا يعني. الف مبروك للنادي الاهلي ودايما فعلا النادي الاهلي مفرحنا باز، ولينا لقاء بقى بعد ان شاء الله التوقف الدولي مره ثانيه. باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. الف شكرا. مبروك. شكرا. طيب كابتن شريف، لو اخترنا رجل مباراه اليوم. والله في كل اللعيبه الحقيقه النهارده كانوا على قدم وساق وموجودين عشان يحققوا امنيه الجماهير كلها بالفوز بالبطوله النهارده. انا عيني وانا بتفرج في لاعبين انا بياخدوني زي محمد عبد المنعم مثلا، يعني النهارده انا خدني محمد عبد المنعم في توقعات في تصرفات في تأمين دفاعات في بس الروح لمصطفى شوبير بالأمان طبعا جنبه رامي ربيعة، وأنا كلمتك على الضربات السبت قبل المباريات وقلت إن عبد المنعم ورامي ربيعة ورامي ممكن يصنعوا الفرق وكانت من نصيب رامي ربيعة. صحيح. فأعتقد إن اللجنة أو المشاهدة اللي كانوا موجودين إدوا أكرم توفيق، أكرم بيلعب برجوله وبيلعب صحيح. تحس انه بيلعب مع الفرقتين يعني مش بيلعب حماس. مع فرقه واحده يعني. ف انا عيني خدت في مواقف كتير جدا رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. اختار واحد. اختار صاحب البهجه وصاحب الفرح رامي ربيعه. كابتن اسامه نفس الكلام، يعني ناس كتير بذلت جهد نشكرهم كلهم، لكن محمد عبد المنعم ورامي ربيعه هم اللي كانوا اكتر ناس مميزين، وطبعا رامي ربيعه مع كابتن شريف انه كمان صاحب الهدف اللي كسبنا البطوله، فهو ادى مباراه كويسه وصاحب الهدف رامي ربيعه. كابتن عادل. رامي ربيعه. كابتن بلال. ربيعه كده. طيب يبقى رامي ربيعه هو رجل مباراه اليوم من وجهه نظرنا. في لعيبه كتير ادت، كل اللعيبه ادت اللي عليها وزياده، وكان في اكتر من لاعب مميز، ولكن احنا استقرينا على رامي ربيعه هو رجل مباراه اليوم. بيشرفنا الان الكابتن الكبير كابتن ناصر عباس والخبير التحكيم المتميز للحديث عن طاقم تحكيم مباراه اليوم. مساء الخير يا كابتن والف مبروك. مبروك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للكابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن، وكابتن بلال. مبروك للنادي الاهلي يا كابتن النهارده، لك لنادي الترجي، مبروك للجماهير النهارده حاجه تفرح، مبروك لمجلس الاداره للاعبين لكل منظومه النادي الاهلي يا كابتن النهارده حاجه جميله، فرحوا الجماهير كلها يا كابتن شريف، كمان مبروك لقناه النادي الاهلي وكل القائمين عليها، مبروك للاستوديو التحليلي. كابتن ايمن مش هنتكلم كتير في التحكيم، ولكن انا قلت لك قبل المباراه قلت لك هي اداره تحكيميه كابتن شريف. النهارده الحكم ادار المباراه كابتن اسامه، ادارها تحكيميا اكتر ما خد القرارات الفنيه، وهذه المباراه اللي هي بتبقى في النهايات يا كابتن اسامه محتاجه حكم يدير مباراه، محتاجه حكم يكون عنده خبرات يا كابتن عادل في المباراه. بشكل عام هو نجح في المباراه، نجاح الحكم ايضا من نجاح النادي الاهلي، ولكن لو كان هناك لا قدر الله غير النتيجه دي كان عندنا خطا في حاله من الحالات المهمه كابتن بلال. هنشوف الحالات معانا كده، ويمكن انا جايب ثلاث حالات بالظبط، هم اهم ثلاث حالات في المباراه. نشوف معانا اول حاله نشوفها مع تقريبا كانت مع امام عاشور. الحاله دي مهمه جدا جدا يا كابتن بلال، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن اسامه، كابتن ايمن. هذه الحاله شوف الحكم واقف فين، دي بس نمره واحد. نشوف الحكم المباراه جان جاك نادالا الحكم الكونغولي واقف ما عندوش اي مشكله خالص، تمركز جيد، توقع جيد، مركز قوي قوي في هذه الحاله. هذه الحاله مهمه قوي. هي الكره دي لو معانا الماتيريال كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن شريف، هي جايه من رجل لاعب النادي الاهلي، جايه من رجل لاعب النادي الاهلي ورايحه هنا في الايد
هنا الايد طبقا لحركه الجسم الايد في وضع طبيعي، هنا البوينت اوف كونتاكت، هنا الكره لا توجد لمسه يد، وبالتالي هنا اللاعب الحكم خلى اللعب يتواصل، قرار صحيح 100% 100%. نتيجه الاعتبارات هنا لا توجد ركله جزاء في هذه الحاله، وكانت دي اول اختبار تقريبا لحكم المباراه في هذه المباراه. اذا هنا مفيش ركله جزاء لنادي الترجي، وهنا تميز للحكم في هذه الحاله كابتن ايمن، وتميز ايضا لحكم الفار الحكم الرؤيه بالنسبه له واضحه، يعني هو قدام الكوره بالظبط. اتفضل يا كابتن. شويه بس لو ايده بره الخط وجسمه جوه ال 18 والكره جت في ايده وهو وايديه بره الخط بالظبط، بتتحسب ازاي؟ هي احنا هنتكلم اولا، هي هنا كابتن شريف سواء يعني انا في حاله لو جت في ايده بره ال 18 وجسمه جوه ال 18 تمام، انا بس هتكلم في هذه الحاله بالذات، هنا سواء الايد الحاله داخل منطقه الجزاء او خارج كابتن عادل، هنا يستمر اللعب. ليه يا كابتن؟ قلت الكره هنا جايه من زميل اللاعب، من زميل لاعب النادي الاهلي امام، هي اللي جايه متشاطه، وبالتالي حتى لو كانت ايده هنا سواء هو خارج منطقه الجزاء او داخل، هنا لا توجد مخالفه طبقا للمعايير اللي هي معموله خاصه بلمس الكره باليد. ولكن لو هي حاله خاصه بره الايد، احنا بنشوف النهارده البوينت اوف كونتاكت، هي لحظه اللمس كانت خارج ولا داخل، وبناء عليه بناخد القرار. ولكن هنا كابتن مش هنا الجسم يا فندم، مش الجسم، لا الايد، الايد الايد يعني بالظبط كابتن شريف، لو انا لاعب بعرقل رجليه دخلت منطقه الجزاء بحسب من جوه، لو من بره بحسب من بره. هنا القرار، شوف الحكم تميز الحكم هنا كابتن وقراره وثقه القرار، والفار طبعا اكد على صحه القرار. الحاله اللي بعد كده نشوف الحاله اللي جايه، حاله مهمه جدا جدا يا كابتن شريف، وهذه الحالات يعني عاوز اقول حالات مهمه جدا جدا، دي تقريبا كانت في الدقيقه 20 مروان عطيه. لو معانا برضك هنشوف هنا اللقطه غير كده خالص، اللقطه هنا اللاعب هنا بنتكلم على اعتبارات، في كونسنتريشن للقرار، مفيش قرار بيطلع كده كابتن ايمن، مفيش حاجه اسمها بالاعتبارات، في حاجه عندنا اعتبارات بتشتغل عليها. صحيح. اعتبارات ايه هي؟ بنتكلم على اللعب العنيف او القوه الزايده، بنتكلم على ثلاث حاجات مهمين جدا، بنتكلم على المسافه ما بين اللاعب المنافس ومروان عطيه كانت فين، بنتكلم على القوه اللي تم استخدامها، بنتكلم على السلاح، ده سلاح بالنسبه للاعب ده كابتن بلال، ده سلاح اللي هو الستارز، ده بنسميه سلاح هنا لما يدخل بالشكل دوت، وبعدين الستارز يقف على قدم مروان عطيه، هنا انا شايف ممكن تنظر هنا بطاقه حمراء هنا يعني تستحق هذه الحاله، ويمكن هنا حكم الفار عمل كونفيرم على القرار كابتن بلال على ان ديت اقصى درجات التهور. ايوه من رايه فاكتفى بالكارت الاصفر. فاكتفى بالاصفر. ولكن انا لو تقول لي رايك انا كمحلل، انا شايف ان هنا في استخدام قوه زايده، ستارز رايح في مكان عالي، القوه والسرعه كمان بتديني قناعات بان هذه الحاله حاله طرد لروجر لاعب الترجي. عموما هي ما اثرتش، هي كابتن ميلان هنا النادي الاهلي كسب، وهنا لعبه ما اثرتش في نتيجه المباراه كابتن اسامه. الحاله المهمه هنا، ودي حاله مهمه جدا جدا كابتن ايمن، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن اسامه، احنا بنتكلم في الدقيقه 88، خلي بالك وكريم فؤاد، خلي بالك عشان توصل لاعب يوصل لدقيقه 88 بقمه التركيز ده صعب جدا جدا جدا. هنا التوقيت لو فرق مش هقول لك اقل من ثانيه، اقل من ثانيه لو ما خدش كريم فؤاد الكره ديت مفيش هزار، صح ركله الجزاء على طول هياخد رجله. مظبوط. انا النهارده بحيي كريم فؤاد، ليه؟ خلي بالك هذه الحاله في الدقيقه 88 ممكن لاعب مجهد مش مركز سهل قوي 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 يعمل بنا رجليه، لو ما لحقش الكوره خد اللي فيها. مظبوط. فانا بقول ان تميز لمين؟ لكريم فؤاد، تميز لجان جاك نداله بامانه، هنا خلى لعب يتواصل، وبالتالي هنا لا توجد ركله جزاء لنادي الترجي. صحيح. نجاح كريم فؤاد في لعب الكره كان توقيته متميز، وانا بحييه بامانه، لان هذه الالعاب في الدقيقه 88 تاني يا كابتن بلال صعب. صحيح. صعب صعب على اي لاعب. صحيح. ممكن ياخد يروح بقى من التعب وكده، ولكن بشكل عام النهارده بنقول التحكيم كان كويس، نتيجه المباراه كمان كانت يعني مش مؤثره لي في القرارات الحكم. مبروك النادي الاهلي تاني، بنقول مبروك للاستوديو التحليلي كابتن ايمن، ان شاء الله مزيد من التوفيق للكره المصريه يا رب ان شاء الله، فرح مصر وفرح الكره المصريه النهارده والافريقيه والعربيه، ان شاء الله بالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا كالعاده.
طيب معانا على الهاتف الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن خالد الف مبروك، بس مش عارف نبارك لك على ايه ولا ايه؟ مساء الخير يا كابتن ايمن، مبروك علينا كلنا النهارده ال 12 ودورهم يلا بينا على ال 13. دي احسن حاجه، انت عارف الكره دي كره القدم دي عندنا بفرحنا جدا 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 يعني. صحيح بجد مبروك علينا، وحاجه حاجه جميله، والناس كلها فرحانه في الشوارع. انا مش عايز اقول لك انا بلف في الشوارع بعد الماتش. صحيح الناس فرحانه يا كابتن ايمن بجد، فرحه جميله جميله جميله. الف مبروك علينا ونحمد ربنا على نعمه الاهلي الحمد لله يا رب. الف طبعا عايز ابارك لك برضو على فريق كره اليد وبطوله الدوري المحترفين لكره اليد بالفوز على نادي الزمالك في النهائي. والله الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا كبيره، ربنا كرمنا جدا، عندنا اجهزه محترمه ولاعيبه محترمه. الولاد امبارح عملوا ماتش بصراحه حاجه هايله جدا. الشوط الثاني عملوا المنتدى قويه جدا، كنا خاسرين شوط اولي فرق واحد، بس بجد كنا عندي ثقه فيهم جدا ان هم يقدروا يعوضوا ويخلصوا الماتش باذن الله. لكن فعلا يا كابتن ايمن الحمد لله عملوا جيم كويس جدا جدا جدا، وهو ده النادي الاهلي وهي دي عيش النادي الاهلي. في كل الالعاب بصراحه اللعيبه بتبذل اقصى جهودها هي والاجهزه الفنيه عندي، والحمد لله ان هم قادرين يحطوا النادي الاهلي في المطاف السنه دي. يعني الحمد لله كم بطولات محدش ولا حاجه. صحيح كبير الحمد لله رب العالمين. يعني بنتكلم النهارده يمكن النهارده عن كره القدم، لما العاب الصالات الحمد لله رب العالمين عندنا تميز فيها السنه دي. الحمد لله والله يا رب تكمل على خير باذن الله. عندنا بطوله افريقيا لسه في الباسكت، مظبوط، ولسه دوري سوبر بنات وولاد في الباسكت، فان شاء الله ربنا تكمل على خير في اخر ثلاث بطولات دول في السيزون. وعندنا كاس مصر في كوتر بولو، وكل اربع بطولات في السيزون ان شاء الله تبقى على خير في الالعاب الجماعيه والالعاب الثلاث باذن الله. كل التوفيق يا كابتن خالد، ودايما وشك حلو. شكرا يا كابتن ايمن، والف الف مبروك، وببارك لكل الكباتن الموجودين في الاستوديو. كابتن عادل، حد عايز يكلم الكابتن خالد؟ كابتن عادل مصيطك على طول معانا. قبل الكابتن عادل قبل الكابتن عادل يا كابتن خالد، ازيك يا كابتن خالد؟ اسامه عرابي معاك يا كابتن اسامه، ازاي صحتك؟ ازيك يا كابتن؟ الف الف مبروك يا كابتن خالد. الله يخليك، الله يبارك فيك، ومبروك على كل البطولات والانجازات اللي انت عاملها في كره الصالات، وبالتوفيق دايما، ومبروك امبارح ومزيد من الانتصارات ان شاء الله. حبيبي يا كابتن وسام، مبروك علينا كلنا يا رب، لان النادي الاهلي كلها تربينا فيه وكلها بنخدمه، والحمد لله هو اللي فرحنا دايما الحمد لله يا رب. يا رب ان شاء الله ودايما مفرحنا. شكرا يا كابتن احمد. شكرا كابتن خالد. قال شكرا كابتن خالد. طيب احنا طبعا وصلنا لنهايه البرنامج، ولكن اليوم كان في شغل كتير جدا جدا جدا، كان في خارجي وفي مجهود واداء متميز من مجموعه من الجنود المجهولون زي ما بنقول، يعني الجنود اللي هم كانوا شغالين النهارده طوال اليوم وكان ليهم مجهود كبير في اللي احنا شفناه على الشاشه. بيجي على راسهم المخرج محمد دكروري، محمد عويضه مدير تصوير، حسام ممدوح مدير تصوير، فاروق صلاح مراسل، محمد توفيق مراسل، سعيد كساب، عمرو عزت انتاج، علي حسن فني كاميرا وصوت، امير خليل فني كاميرا. ده فريق عمل تعب على مدار اليوم، لازم نشكره ونديله حقه، كل التحيه والتقدير لفريق العمل. بكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والترجي في نهائي. بالمناسبه كمان يعني انا قلت يمكن الـ الـ الشكر للجنود اللي هي بره اللي عملت شغل كامل خارجي، انما هنا في جنود كمان كانوا متميزين وهم الاخراج اعداد تصوير، واللي دايما احنا تعبينهم معانا ومسهرينهم معانا، ولكن السهر والفرحه عشان خاطر النادي الاهلي بتنسينا حاجات كتير جدا جدا جدا. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والترجي في نهائي ابطال افريقيا الانديه ابطال الدوري، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 وتتويجه باللقب الافريقي رقم 12 عن جداره واستحقاق. الف مبروك للعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني، الف مبروك
مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. ألف مبروك لأصحاب الإنجازات دائما وأبدا، جمهور النادي الأهلي العظيم. كابتن شريف بشكرك كابتن شريف، ودايما الأهلي مفرحنا ودايما الأهلي بيسعدنا. مبروك علينا، مبروك علينا كلنا، مبروك عليك وعلى الكباتن وعلى قناة النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي، مؤسسة النادي الأهلي كلها. يوم جميل جدا. إيه اليوم الحلو ده؟ يوم بجد صحيح. كان جميل جدا علينا، يتكرر بإذن الله. مبروك علينا الأميرة السمراء الـ 12 وعبارة الـ 13. بشكرك وبشكر إخواتي على الاستوديو الجميل التحليلي اللي احنا كنا على قدم وساق فيه ورا فرقتنا الجميله يعني. الف مبروك للكباتن والمديرين الفنيين وكل من كان في المؤسسه. كابتن عادل الرحمن الف شكر، وبنشكر اداره قناه النادي الاهلي، وبنشكر جماهير النادي الاهلي العظيمه النهارده. اه طبعا نشكر جماهير النادي الاهلي العظيم اللي هو فعلا اللاعب رقم واحد واثنين وغات 11 كمان، ويجي بعديهم اللعيبه. بنشكر طبعا قناه النادي الاهلي اللي عملت النهارده يعني قعدتنا 18 ساعه نغطي الماتش علشان نطلع حاجه كويسه، واكيد الناس سعداء بيها يعني. بنشكرهم وشكرا، وان شاء الله نتقابل في ال 13 باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك. شكرا يا كابتن. الله يبارك فيك، ونشكر طبعا اداره القناه وكل العاملين وكل الناس اللي تعبت طوال اليوم دوت. نشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني واللاعبين وكل من يعمل في النادي الاهلي. واخيرا جمهورنا العظيم، الحمد لله ان اللعيبه قدرت تسعده النهارده ويحققوا له البطوله ال 12 وان شاء الله مزيد من الانتصارات. شكرا لجماهيرنا. كابتن بلال الف مبروك الف شكر. الله يخليك كابتن ايمن، مبروك لينا كلنا، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لاداره النادي الاهلي، اللعيبه، محبين النادي الاهلي، مبروك هنا في القناه. يعني مجهود برضو كبير على فكره طبعًا في بطوله افريقيا الحمد لله، يعني توج بخير، تغطيه جيده جدا الحمد لله رب العالمين. الناس كلها يعني تعبت، واحنا كمان تعبنا على فكره. احنا بنتعب مش بس عشان بنقعد، بنتعب عشان بنبقى على اعصابنا في اوقات كتير جدا، لكن في النهايه بنبقى واثقين من النادي الاهلي الحمد لله هيكسب. والحمد لله دي كانت البطوله ال 12 خلاص. احنا هنستعين وهستعير بس من استاذ العبقري محمد صبحي لما قال لك ايه هنلتقي فين 13 ان شاء الله. اسمه ايه ال 13 ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني. اطيب المنى ورقه حياتي.